مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بحضراتكم، ولقائنا مع حضراتكم يتجدد من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي يحاور. برنامج الأهلي يحاور اللي دائما في كل الاتجاهات بيبحث عن أبرز الشخصيات المصرية والعربية في المجالات الرياضية المختلفة وفي الكثير من المجالات، وهذه الشخصيات ضيوفنا الأعزاء اللي بيشرفونا في الحلقات المتتالية من برنامج الأهلي يحاور، أصحاب بصمات مؤثرة في مجالات مختلفة رياضية وغير رياضية. النهاردة بنسعد بوجود شخصية بارزة على مستوى العمل المصري والعربي والأفريقي من خلال إسهاماته في عدة مجالات. أولا هو رجل بينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية، إلى القوات المسلحة المصرية، فضلا عن كونه أيضا واحد من الإعلاميين المتميزين وله إسهامات كثيرة على مستوى الإعلام المصري في مجالات الإعلام الرياضي والإعلام بشكل عام، وأيضا إسهامات رياضية كبيرة وعمل رياضي كبير منذ أن كان لاعبا وانتقل بعدها إلى العمل والتأهيل لكونه واحد من الكوادر الإدارية في العمل الرياضي المصري والعربي والأفريقي، وأصبح من أصحاب أيضا البصمات وأصحاب السطور المضيئة في تاريخ الرياضة المصرية والعربية والأفريقية، وهو حاليا بيتولى أو يتبوأ هذه المكانة البارزة كرئيس لمنظمة الأوكسا. الأوكسا كما يطلق عليها اتحاد الاتحادات الأفريقية، أو بشكل أكثر دقة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية. معنا ومع حضراتكم النهاردة في الأهلي يحاور سيادة اللواء أحمد ناصر. سيادة اللواء أحمد ناصر، أهلا بحضرتك وسعداء بتشريفك وجودك معنا النهارده في برنامج الاهلي يحاور. اهلا بيك، الشرف ليا، وميرسي جدا على المقدمه الجميله اللي قلتها. ده يعني اقل ما تستحق بعد اسهامات كبيره جدا وعطاء ما زال مستمر في مجالات كثيره. ربنا يخليك. خلينا نبدا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين بهذا التقرير. نجم كبير في الساحة الإفريقية والعربية والمصرية، لما له من تاريخ كبير وأياد بيضاء على العديد من الاتحادات الرياضية. إنه اللواء أحمد ناصر، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي واتحاد الفرنكفون، ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية الرياضية الأوكسا. بدأ ارتباطه بالرياضة مع الخماسي الحديث، حقق العديد من البطولات ومثل مصر في العديد من المحافل الرياضية الكبرى. وبعد مسيرة حافلة من الانتصارات والنجاحات، اتجه للعمل الإداري حتى تقلد منصب رئيس العديد من الاتحادات الرياضية، وكان سببا رئيسيا في تأسيس العديد من الاتحادات الأخرى، كان آخرها رياضة الترايثلون، وقدم لمصر العديد من الأبطال في المحافل القارية والعالمية. يمتلك أحمد ناصر سجلا عسكريا رائعا، حيث كان أحد أفراد القوات المسلحة المصرية التي تسر من أجل حماية الوطن الغالي والدفاع عن كل شبر فيه. ونظرا لأخلاقه الرفيعة ونجاحاته الكثيرة، ارتبط اللواء أحمد ناصر بالصداقة مع العديد من رؤساء الدول، وتقابل معهم بشكل شخصي، من أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيدة ميشيل أوباما زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما، كما أن له علاقات بالعديد من نجوم الرياضة في جميع الألعاب، خاصة النجوم الساحرة المستديرة الذين لم يكونوا بعيدين عن اللواء أحمد ناصر، حيث تقابل مع الأسطورة البرازيلية بيلي، الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال الإنجليزي. بخلاف علاقته الطيبة مع أحمد الرئيس الحالي للكاف، كما عمل أحمد ناصر لفترة طويلة في الإعلام، قدم العديد من البرامج ما زالت عالقة في أذهان عشاقه من الجماهير لقيمة ما قدمه واعتماده على المصداقية والموضوعية، بخلاف حضوره القوي على الشاشة الصغيرة. أنا طبعا من عشاق مصر، من عشاق تراب مصر، الرياضة بتجري في دمي، ومن وجودي في خلفيتي من المؤسسة العسكرية إلا أنني اتربيت على الرياضة. الليلة الأهلي يحاور الرجل العسكري والرياضي الفارس أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، يتحدث عن حبه للنادي الأهلي وقصص تاريخية مثيرة من خلال مشاركته في الدورات الأولمبية، وما هي الخطوات التي يخطوها لمواجهة الفساد الرياضي في القارة السمراء.
سيادة اللواء أحمد ناصر، أولا لك أي تعقيب على التقرير؟ المعلومات دقيقة طبعا ما شاء الله دقيقة، والحقيقة أبهروني بما حققوا. أنا الحقيقة لو أنا حبيت أعمل سي في لنفسي مش هقدر أعمل ده، فبشكرهم جدا جدا لفريق العمل، والحقيقة حاجة جميلة يعني أشعرت وأنا بتفرج عليه. هم اجتهدوا جدا الحقيقة عشان يصلوا لتفاصيل كتير قوي تقدر توجز في كلمات وفي دقائق محدودة مشوار عطاء حضرتك الكبير في مجالات عديدة. خلينا نبدأ بنشأة هذا الكادر المصري والعربي والأفريقي المتميز اللواء أحمد ناصر. النهاردة لما حضرتك بتشوف شريط الذكريات، هل في بداياتك كنت بتتوقع تحقيق كل ما حققت من نجاحات ولا لا؟ طبعا لا، بس الواحد كان عنده طموحات، والحمد لله عيلتي ربوني على أساس أني أنا أبقى في النادي من صغري. والدي كان بيلعب ملاكمة، لكن كان مهتم بكاريره الوظيفي أكتر، لكن لعب ملاكمة كويس ووصل لمستويات كويسة جدا على مستوى مصر. وأخويا كان بيلعب سباحة، أخويا الكبير هشام، محمود هشام، وهو لواء برضو جيش. وأخويا الثاني محمد طلال برضو كان بيلعب سباحة. ده شكل العيلة. ولما تزوجت الدكتورة هالة أبو علم، هالة كانت لعبة هاندبول، وبنتي فرح لما خلفناها ابتدت تلعب تنس. فأقصد أقول الأمور ابتدت تتشابك، الرياضة من زمان، وحتى الجيل الصاعد حاليا يعني العيلة مرتبطة جدا بالرياضة، جزء أصيل من ممارساتكم من حياتكم اليومية. بالظبط. طيب هل كنت بتفكر في اتجاه معين؟ هل حضرتك في بداياتك مرحلة الطفولة تشكيل الوجدان، بعدها مرحلة الدراسة والمرحلة العمل أو الفترة ما قبل العمل والمراحل القريبة جدا من مرحلة التخرج وبدء الحياة العملية، هل كنت حددت أهدافك؟ كنت بتفكر في اتجاه معين في بروفيشن أو مجال احتراف معين، ولا مشيت الأمور إزاي؟ لا طبعا زي ما حضرتك بتقول كده، أنا كنت طموح جدا لأن أنا ابتديت بالسباحة، وكانوا عيلتي رحمهم الله كانوا بيحطوني في النادي من الصبح لحد بالليل في أوقات الصيف طبعا، وأوقات الشتاء كنا بنلعب برضو بس بحساب، يعني المدرسة لازم تبقى مؤدي في المدرسة كويس قوي 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 ومتفوق، وإلا ما تروحش الرياضة. فكان أحد الحوافز الرئيسية. كان عندي رؤية أن أنا أبقى بطل في يوم من الأيام. لعبت سباحة والحمد لله كسبت بطولات كتير فيها، لعبت كرة ماء ودخلت فيها منتخب مصر، والحمد لله بفضل ربنا يمكن كنت محظوظ كفاية أن أنا بقيت في 3 منتخبات قومية في وقت واحد. كنت في المنتخب القومي لكرة الماء، كنت في المنتخب القومي للخماسي الحديث، كنت في المنتخب القومي للفروسية في وقت بس ليه تحديدا ارتبط اسم الرياضي اللاعب أحمد ناصر بالخماسي الحديث؟ علشان هو أحد الحاجات الرئيسية اللي أثرت واللي حققت فيها إنجاز كبير، واللي كنت يمكن من الرواد مع مجموعة من زمايلي اللي ربنا يديهم الصحة وبعضهم رحمهم الله يعني. وطبعا ما انساش فضل اللواء إلهام الحسيني، أحمد إلهام الحسيني، وهو أحد الناس اللي أسست هذه اللعبة، وكان الحقيقة لي رؤية في أني أنا أكون بلعب لفترة، بعد سنة بقيت الحمد لله بطل مصر وبطل أفريقيا وإلى آخره، وبعد كده ابتديت أخش في الكارير العالمي والرياضي إلى أن الحمد لله وصلت لمستوى عالمي، وقدرت أن أكسب في سنة 1983 في فارندورف بطولة العالم في خصوصا في الرماية، وسجلت رقم عالمي جديد كان 199 من 200. وبعدين اتغيرت بقى دلوقتي الرماية، بدل ما هي 5.6 اللي هي المورس بقت الليزر، فبقى وشكل الإيفنت كمان اتغير. كنا بنلعب على 5 أيام 5 لعبات، سباحة وجري ورماية وفروسية وسلاح سيف مبارزة. كنا بنلعب كل لعبة في يوم، النهاردة بقت كل الألعاب في يوم واحد. فطبعا في تطور، في تغيير. حضرتك شايف الشكل الحديث افضل ولا الشكل القديم لممارسه اللعبه والشكل البطوله؟ والله السؤال ده حلو قوي. السبب لاني انا مش مع التغيير. ليه مش مع التغيير؟ لان البارون بيير دي كوبرتان مؤسس الالعاب الاولمبيه الحديثه لما ابتدى هذه اللعبه ابتداها على انها لعبه مركبه وبتاخذ عدد من الايام ولها طبيعه خاصه. النهارده علشان يقدروا يجابهوا التلفزيون واذاعات التلفزيون بقى في حدوديات من الالعاب الاولمبيه، ان يكون لك شعبيه، ان يكون الجندر ايكويتي لو المساواه في ما بين الرجل والمراه، ان يكون هناك الفيسبوك بشكل مش عارف عامل ازاي والسوشيال ميديا، ان يكون عندك القدره على ان انت كاتحاد ان انت تنتشر في كل قارات العالم بشكل او باخر، وهكذا يعني حاطين شروط قوية جدا. فأنت عشان تستمر في دورة الألعاب الأولمبية لازم تغير، علشان
علشان تبقى في البرنامج الاولمبي وتبقى مرئي. فبيقول لك بدل ما الناس تقعد تتفرج عليك خمس ايام الناس هتمل. فلازم يبقى في حاجه فيها نوع من انواع الجاذبيه الاكثر عشان كده سرعه الايقاع اكتر. بالظبط كده. طب هل هذه المتغيرات او هذه الضوابط الكتيره اللي فرضت على شكل المنافسه اثرت بالسلب ام بالايجاب على جوده ممارسه اللعبه نفسها؟ برضو سؤال جميل وجوهري. ليه؟ لان اللعبه نفسها المفروض وفقا للتراديشن او العاده بتاعتها او تقاليدها انها بمجموع نقاط، انما اضطر الاتحاد الدولي انه يجمع لعبتين مع بعض فخلى الجري والرمايه زي الباياثل الشتوي اللي هو بتجري بالتزحلق على الجليد دوره وبعدين تضرب بالبندقيه وضع واقف وبعدين دوره وبعدين وضع راقد وبعدين دوره وبعدين وضع نائما وهكذا. هم خدوا دي وخلوها تجري دوره وتضرب بالليزر خمس طلقات وتجري دوره تانية وتضرب خمس طلقات، يعني تجري اربع فتنويع مرات. المهارات اللي كان موجود اتغير بالظبط، ما بقاش جزء من المسابقه، فتغيرت حاجات كتير قوي بقى. اتغيرت طريقه التدريب، واضح ان حضرتك اميل للشكل القديم. طبعا شايفه كان افضل، مش عايزه نقاش. انا بالنسبه لي الشكل القديم مش عشان انا تراديشن قديم، لا لا خالص بالعكس. الشكل القديم مدي الايحاء للعبه الخماسي، الخمس لعبات، التشالنج، التحدي، قدرتك على ان انت تبقى ماستر اوف سبورت، يعني يعني احسن رياضي في العالم، ان انت تجمع ما بين دول في خمس رياضات على خمس ايام، وبعدين بتلعب مع كل اللعيبه في السلاح. دلوقتي اختصرت بتتلعب بشكل اخر، بتجري بتجري هي الجري بس اختصروا الجري بشكل اخر. السباحه بقت حمام السباحه بقى بشكل اخر، يعني بقت 200 متر وبعدين كانت الاول عندنا 300 متر وهكذا، يعني اختلفت تماما للجوهر نظرا لضغط الاعلام. يعني هل الشكل الجديد اثر على المساحه المتروكه لابطال اللعبه دي واللي بيتنافسوا فيها على اظهار قدراتهم في جماليات الخمس لعبات؟ والله انا عايز اقول لحضرتك لكل طريقه جمالها ومميزاتها مميزاتها ومساوئها. الطريقه الجديده بالنسبه لنا ما هياش بتبين قدراتك كتشالنجر جامد قوي، كمتحدي، كقدره، مدى اجادتك لكل لعبه من اللعبات، لا وقدرتك على الصمود، انك تصمد بشكل او باخر. هتقولي طب ما هو كلهم خمسه فيهم، تختلف تختلف. مين تاني بخلاف الوالدين وبصماتهم وتاثيرهم على نشاه اللواء احمد ناصر ومراحل تشكيل وجدانه، وبخلاف اللي حضرتك طبعا الشخصيه الجميله اللي حضرتك ذكرتها اللواء الهامي الحسيني، مين تاني؟ مدرس، مدرب، مدير فني، اداري في اتحاد من الاتحادات اللي حضرتك كنت لاعب او تعاملت معاه بشكل او اخر له تاثيرات كبيره على مشوار اللاعب او الرياضي احمد ناصر؟ على المستوى العسكري وقبل ما تزوج كان المشير المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله رحمه الله، وكان اللواء تحسين شمل، مش عايزه نقاش، لهم بصمه كبيره في حياتي ولهم. واللواء يوسف صبري ابو طالب اما كان مدير سلاح المدفعيه كنت انا ضابط في المدفعيه، والحقيقه قال لي جمله خطيره قوي، قال لي انت عايز تبقى رياضي ولا عايز تبقى ضابط؟ قلت له انا عايز ابقى ضابط رياضي. قال لي طيب على اي الاحوال انا شايف ان مش كل ضابط ممكن يبقى بطل، فانا هديك هذه الفرصه اذا ثبتت نفسك فيها لمده السنه هسيبك تعمل ده، انما لو ما كانش هعيدك تاني لعملك العسكري بشكل عملك العسكري البحت في هذا الموضوع. والحقيقه دي كان ليها كبير جدا جدا. جه المشير ابو غزاله غيرني من سلاح المدفعيه الى سلاح المدرعات اللي هو فيه الفروسيه، واصبحت قائد مدرسه الفروسيه للقوات المسلحه لفتره، وابتديت اخد هذا الكارير مع وجودي في الاتحاد الرياضي العسكري. كل ما كنت حضرتك بتحقق او بتثبت نفسك للقيادات وبتحقق نجاحات اكبر في المجالات الرياضيه، ده كان بيثبت اقدامك انهم يدوك مساحه اكبر ان تجمع بين المجال في العمل العسكري واحترافك العمل العسكري وفي نفس الوقت العمل الرياضي. ده صحيح، والحمد لله رب العالمين في اثناء التوقيت ده القوات المسلحه ادتني فرصه كبيره جدا جدا، لان الحقيقه ليها فضل كبير جدا عليا في كل حاجه، في تشكيل شخصيتي، في ادارتي، في اسلوبي، في كل حاجه. كان ليها فضل عليا ان انا رحت في معسكر تدريبي لفتره طويله لمده سنتين في الولايات المتحده الامريكيه في قاعده اسمها فورت سامي هيوستن تكساس، والحقيقه كان معسكر قوي جدا جدا، وعرض عليا اثناءها اني انا ابقى مدرب الناشئين لو انا اعتزلت، ويدوني مش عارف اغراءات ايه ومش عارف ايه وكلام من ده. لما نزلت كلمت سياده المشير ابو غزاله قال لي لا احنا مش هنقدر نعمل كده، ما نقدرش نفرط فيك، استمر في ده
والاخر، خلاص طويت الصفحه واشتغلت على هذا الموضوع. هل المؤسسات الكبيره، المؤسسات الاساسيه والرئيسيه في اي دوله زي القوات المسلحه، زي مؤسسه الشرطه، بتسعد ان لها تلاقي بابليك فيجر، شخصيه عامه بتخرج من هذه المؤسسه وتمثل قدره رجال هذه المؤسسه او تلك على النجاح في مجالات تتخطى العمل نفسه المرتبط بالعمل العسكري او الشرطي؟ مش عايزه نقاش. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام صائب 100%. القوات المسلحة كان لها نظرة أيام ما كنت موجود، وما زالت طبعا لها أسلوبها وطريقتها وتخطيطها وقدرتها الكبيرة جدا جدا، مش عشان أنا أحد الناس اللي بتنتمي إليها، إنما بقول الحقيقة. هي الحقيقة ليها فضل كبير جدا جدا عليا، هي الحقيقة اللي ليها فضل عليا إن أنا بقيت برضو بذيع في التلفزيون وأنا ظابط، وكانت ظاهرة جديدة لأول مرة بتحصل، وحذا حذوي بعد كده تكررت مع بعض الشخصيات الأخرى، مدحت شلبي على بس كشرطة، وطارق علام حبيبي ومجموعة الحقيقة من، والمرحوم اللي هو فوزي ناصف رحمه الله، ومجموعة من الناس العسكريين اللي قالوا أسوة بأحمد ناصر لما زي ما كان في تجربة مع العميد أحمد عاصم، وكان إذاعة كل الأمور المرور اللي تتعلق بخطوط السير والمرور، واستمرت لسنوات يعني نفس الفكرة، وهو ضابط شرطة في عمله ولم يخرج من الخدمة، ولكن تم الاستعانة بيه لأن تجربته كانت مميزة في متابعة الناس يوميا وتعرفهم بكل متطلبات تحركاتهم في الشارع. بالظبط. المرحلة الثانية اللي عايز أقول لحضرتك عليها، حضرتك تفضلت وقلت لي في أشخاص في حياتك، طبعا في أشخاص، وعايز أقول من أول ما ابتديت الكارير الإداري الرياضي وتزوجت من هلا أبو علم، الحقيقة كان لها دور كبير جدا جدا في كيفية أن أكون ليا شكل ومضمون. إزاي؟ كيف أثرت في مشوار وفي كارير وفي حياة اللواء أحمد ناصر؟ أولا كانت بتدفعني بشكل قوي جدا 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 إلى أن أنا أنجح، وما فيش حاجة غير النجاح، وده من طموحاتي، فهي كانت بتدوس على ده قوي، وكانت ورايا فيه قوي، وكانت بتضحي في حاجات كتير في أوقات كتير أني أنا أبقى في المكانة دي. ده جزء. الجزء الثاني ان كانت انا اتعلمت منها الحقيقه في حاجات كتيره، ان هي كمذيعه سياسيه بقى ومقدمه برامج وكلام من ده اللي حضرتك عارفه يعني ما شاء الله عليها، طبعا واستفدنا بخبراتها كتير في بدايات عملي مع التلفزيون المصري وفي الفضائيه المصريه وفي قطاع الاخبار، استفدنا كتير جدا بخبرات الدكتوره هاله ابو علم، وكانت يعني زميله اكثر منا خبره وصديقه عزيزه، وشرفنا بالتعامل معها لانها كانت بتمنح خبرات للاقل خبره منها، بتساعد وتتبنى الاجيال الصاعده وتديهم بعض الخبرات، وكمان ترقت في العمل في قطاع الاخبار، بقت من الكوادر القياديه في القطاع. ميرسي على كلامك الجميل، ربنا يخليك. اللي احب اقوله ان انا الحقيقه، قول لي اتعلمت ايه من هلا اقول لك. اولا انا ما كنتش سياسي خالص، فهي خلتني اخش في المجال السياسي بمتابعتها. وهي ما كانتش، هي كانت رياضيه كانت بتلعب، انما في ان يكون عندها حاجه رياضيه كنا بنستشير بعض. فدي احد الصور اللي انا بعتز بيها جدا، طبعا ان ده تخرج بنتي فرح من الجامعه الامريكيه، والحقيقه كانت من اسعد لحظات حياتنا يعني الحمد لله. فعايز اقول انها كانت برضو بتشجعني تشجيع قوي جدا جدا، اتعلمت منها ازاي لو انا عندي حوارات سياسيه، لان في احيان كتير كنت بسالها، كان بنتبادل ده في الرياضه. فعايز اقول اني انا الحقيقه تاثرت جدا جدا بوجودها في حياتي، والحمد لله وربنا يديمها. يعني كانت سبب من اسباب جعل اللواء احمد ناصر اكثر اطلاعا على المجالات المختلفه او على العمل العام، مش عايز انا والاخبار بقى كلها سواء كانت محليه او دوليه. بالظبط كده، الحمد لله رب العالمين. متهيألي ده بالتالي كان له تاثيراته فيما بعد مع تولي حضرتك مناصب تتخطى العمل على مستوى اتحاد مصري فقط، ده مناصب دوليه، ده يدخل فيها العمل الدبلوماسي والسياسي بشكل او اخر. ده حقيقي. والحقيقه أنا يعني باخد برأيها وبستشيرها، لأن هي ما شاء الله يعني زي ما حياتك عارف بقى ومعاشرها كمان، لها من القدرة على أن هي تنظر للأشياء بنظرة أخرى يعني. هل هي تجربة سهلة أم صعبة أن يكون الزوجين شخصيات عامة، عملهم وقتهم مضغوط ومشغول طول الوقت، ميزة في إيه وصعبة أو بتسبب مشكلات في إيه؟ والله لو هناك في تفاهم، الاثنين لازم يعرفوا أن هم لازم يبقوا في ظهر بعض في النجاح. الحمد لله رب العالمين، ربنا بيديك حاجة من الهداية في التعامل، بيخليك
تبقى سعيد لسعادة الآخر اللي هو شريكك، اللي هو اللي انت اخترته شريكك في الحياة. فلما بتتكلم على هذا الموضوع، لما انا بشوف هالة ناجحة ببقى اسعد واحد في الدنيا، وهي في نفس الحكاية. يعني عايز اقول لك يعني بتشجعني وتقف جنبي وتقف ورايا وتفضل تقول لي وتوجه في بعض حاجات كده وتقول لي خلي بالك واعمل مش عارف ايه وكلام من ده. انا بالفطرة بحاول اعمل ده معاه، انما الحقيقه ما بلاقيش ان انا نصايحي بتفيد قوي، لان هي ما شاء الله عليها. يبقى في منافسه يعني ولا لا بين الزوجين؟ سريعا قبل ما نتلقى الاتصال التالي، لما يبقوا الشخصيتين ناجحين ومشغولين وعندهم مهام وعمل عام، هل بيبقى في احيانا نوع من المنافسه المحموده بين الزوجين لتحقيق النجاح؟ المحموده دي صح، يعني المحموده دي صح، انما هي ما بسميهاش منافسه، بسميها دعم. دعم. دكتوره هاله ابو علم، مساء الخير. الاعلاميه الكبيره الدكتوره هاله ابو علم، اهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك، وسعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا في الحوار وبتشريف سيادة اللواء أحمد ناصر معنا النهاردة في الأهلي يحاور. ميرسي، أنا اللي ليا الشرف والله. ما الذي يميز اللواء أحمد ناصر الرجل العسكري والزوج على مستوى الحياة الاجتماعية والصديق وفي نفس الوقت الكادر الرياضي والإعلامي؟ إيه ده؟ السؤال الكبير ده. يعني بخبراتك بقى ان شاء الله حضرتك تقدري توجزي لنا اهم العناوين الرئيسيه اللي بتميز الشخصيه في كل مجالات عملها وفي اتجاهاتها المختلفه. طيب انا هبتدي معاك بالجانب المهني الرياضي. يعني الحقيقه عشان احنا كنا بنشتغل في التلفزيون وكنا زملاء يعني مع بعض وكده، كنت بشوف شغله. شغله الحقيقه كان رائع، وكون هو بيجيب لغه اجنبيه بطلاقه كانت بتديله ميزه عن يعني كثير من الزملاء، ان هو كان بيقدر يطلع على الرياضات العالميه والدوليه ويقدر كان يترجم. وكنت بستمتع، انا بقى بستمتع بغض النظر عن اني مرتبطه بيه او لا، بس كنت كمشاهده بستمتع بتعليقاته على البرامج الرياضيه اللي كان يعلق فيها على الاحداث العالميه او الدوليه. بالظبط كده، كنت بستمتع بيها جدا الحقيقه. وكمان هو بيجيد جدا التعليق على مبارياته الفروسيه لان هو كان فارس، فبرضه كنت بستمتع بالمساله دي. واتذكر ان الكاتب الراحل الكبير الاستاذ انيس منصور اشاد بتعليقات أو بتعليق أحمد على مبارياته الفنية في عموده الكبير في جريدة الأهرام يعني. فهو دؤوب، بيذاكر كويس قوي، وده شيء أنا اتعلمته منه في مجال الإعلام، إن الواحد قبل ما يكون بصدد عمل إعلامي إن هو يذاكر ويحضر له كويس قوي. الحقيقة استفدت من خبرته لأن هو كان بره، اشتغل في أمريكا حوالي سنة في الإعلام الأمريكي، استفاد برضو وانفتح على الإعلام الخارجي في فترة كانت المسألة دي مش متاحة زي دلوقتي. كانت المسألة دي صعبة وعلى ضيق جدا يعني. حضرتك بتقولي إنه من الشخصيات اللي كانت في مجال الإعلام المصري في فترة من الفترات اللي كان لهم السبق في هذا الحجم من الاطلاع والمتابعة الدولية والعالمية. بالظبط، يعني كانت عنده ثقافة واسعة الحقيقة. حتى كمان أنا بهتم جدا بنطق الأسماء، عشان عندنا في نشرة الأخبار كنت مثلا لما أجي أقدم الأخبار الرياضية وكده كنت دايما أحب أسأله في النطق الصحيح للأسماء الأجنبية أو اللعبات وكده. دي كلها حاجات الحقيقة النهاردة عرفنا قيمتها يا أستاذ محمد، يعني عارف النهاردة عرفنا قيمة مقدم البرامج أو المذيع اللي بتبقى النطق عنده سليم ونطق اللاتيني عنده سليم. صحيح. دي أصبحنا ما بنشوفهاش كتير دلوقتي، زمان كانت متوفرة في ناس كتير لأنها كانت من ضمن شروط الظهور على الشاشة. شوفي حضرتك، كنا كلنا بنستمتع بتعليق على مباريات وبطولات التنس العالمية من الراحل الكبير المرحوم عادل شريف، عشان البرونانسيشن الصحيح، النطق الصحيح، متابعته للأسماء وللبطولات وللأبطال، كل شيء كان بيمثل متعة تضاف لمتعة المباراة نفسها. بالظبط كده، بالظبط كده. فده يعني كإعلامي بيتميز بالخبرة الواسعة والاطلاع على العالم الخارجي والمباريات الخارجية
واللعيبه الدوليين، وهو سجل مع لعيبه دوليين كتير، كنت بستفيد برضو من النقطه دي. ده من ناحيه الحقيقه. الناحيه العسكريه كمان كانت بتفيدني جدا، لو في مصطلح عسكري او في اي حاجه الناحيه دي ممكن يفيدني ان انا اساله فيها، فبرضو يقدر يفيدني. الحقيقه عنده الناحيه الاعلاميه، عنده خبره في اداره المؤسسات الاعلاميه، ففي الناحيه دي برضو يقدر يفيدك وتقدر تاخد رايه، وعنده وجهه نظر الحقيقه يعني صائبه في كثير من الاحيان. هل اللي هو احمد ناصر كان قادر يدعم الدكتوره هاله ابو علم كزوج، يدعم زوجته الناجحه ايضا المنشغله بالكثير من العمل العام ومن الاعمال السياسيه والاعلاميه اللي بتتطلب مجهود ووقت كبير، وازاي كان قادر يحقق التوازن ده بين متطلبات البيت والاسره كزوج متطلب بطبيعه الحال لحجم ارتباطاته وانشغاله ونجاحاته، وانه في نفس الوقت متزوج من سيده لها باع من الخبرات والنجاحات في العمل العام ايضا، ازاي قادر يحقق البالانس في الاتجاهين دول؟ يمكن نتيجة برضو الجزء اللي أنا شرحته ليك من شوية، حتة إن هو منفتح وعاش بره وشاف إزاي برضو الأسر بره منفتحة، إزاي إن هي بتساعد بعضها في وقت يمكن برضو الموضوع ده ما كانش متاح قوي بصورة واسعة زي دلوقتي. فالحقيقة كان متفاهم لطبيعة عملي، كان أنا كان كتير قوي بتجيلي سفريات طوارئ وفجأة من غير تحضير ليها، كان بيتفهم وبيقدر الظروف وبيقدر ان هو يراعي بنتنا في الوقت اللي انا مش موجوده فيه. في نفس الوقت برضو لما هو كان بيبقى عنده سفريات كتير بره انا بقوم برضو بدور هنا. فالحقيقه قدرنا ان احنا ندعم بعض نتيجه ان احنا قريبين من المجال، يعني فاهمين المجال بتاع بعضنا. احنا سعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا، وبشكرك جدا على المشاركة معنا في هذا الحوار. الإعلامية البارزة الدكتورة هالة أبو علم، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة هالة. حابب تقول اي حاجه بعد الكلام الجميل؟ أنا خلاص كده يعني طاير، واعتقد عرفنا جذور حكايه الارتباط والزواج، أيوة جذور الاعجاب ومتابعه العمل الاعلامي من بدايته. بالظبط. انا الحقيقه بشكرها جدا على الكلام الجميل اللي قالته، يمكن اكتر من حقي، انما الحقيقه انا سعيد جدا باللي هي قالته، وبشكركم على ان انتم يعني جمعتونا لاول مره من فتره عديده كبيره قوي 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 في برنامج. احنا سعداء بمشاركه حضرتك بتشريفك معانا النهارده في استوديو الاهلي يحاور، وايضا بمشاركه الدكتوره هاله اللي بعتز جدا بيها وباسهاماتها في مجال الاعلام المصري وفي مجال العمل السياسي والاخباري بشكل خاص. مشاهدينا فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي يحاور، ونجدد الترحيب باللواء احمد ناصر رئيس اتحاديه الكونفدراليات الرياضيه الافريقيه. برحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا بيك. ويعني خلال لحظات اعتقد هيشارك معنا كمان شخصيه من الشخصيات اللي بتتمتع بخبرات كبيره في التعامل مع اللواء احمد ناصر على مستوى العمل العام والعمل الرياضي تحديدا، فضلا عن خبراته الكبيره كلاعب كره قدم سابق ورئيس للاتحاد الرياضي للشركات. اعتقد انه خلال لحظات قليله هيكون معانا على الهاتف الدكتور حسني غندر. لحد ما نستقبل الاتصال ومشاركه الدكتور حسني غندر معانا في الحوار، عايز اسال حضرتك عن الرياضه بشكل عام. حضرتك شايف ايه ابرز مشكلات الرياضه، او ايه اللي احنا محتاجين في مصر نشتغل عليه في الفتره الجايه كاولويه قصوى لتطوير الرياضه المصريه؟ شوف، احنا لو اتكلمنا عن الرياضه هنتكلم على المحور الاساسي للرياضه اللي هو الجراس روتس، او البنية الأساسية للأطفال والشباب. الحقيقة لما سيادة الرئيس فرض أن يكون هناك رياضة في المدارس كنا في حاجة إليها منذ أحقاب كبيرة. لو ما ابتدتش الرياضة في المدارس ما فيش حد لا هيقدر يتفاعل في حياته كويس،
ولا هيتعلم في شخصية كويسة، خصوصا ده اللي بتعلمه رياضة. ما تخليهوش يقدر عنده قدرة على تصرف، ولا سرعة استجابة، ولا القدرة على التعامل مع الناس، ولا ثقافة الحوار، ولا الثقافة الرياضية، ولا الثقافة المجتمعية. حاجات كتير قوي. هتقول كل ده في رياضة؟ هقولك آه، كل ده في رياضة. رياضة بتعلم الضبط والربط، رياضة بتعلم الواحد ان هو ازاي يتفاعل مع الناس، رياضة بتعلمه التيم ورك. طيب عفوا المقاطعة سيادة اللواء احمد ناصر، هنرجع للتقديمة اللي بدأنا بيها منذ قليل هذه الفترة من فترات، او في الفقرة دي من فقرات الحوار. معنا على الهاتف الدكتور حسني غندر، لاعب كرة القدم السابق في عدد من الأندية في مصر، ورئيس الاتحاد الرياضي للشركات في مصر. دكتور حسني غندر، مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير اخ محمد، واهلا بك، واهلا بقناتي الاهلي العزيزه، واهلا باللواء احمد ناصر الزميل العزيز اللي بتشرفنا في المحافل الرياضيه الخارجيه. اتفضل حضرتك لو عايز تسلم على حبيبي دكتور حسني. انا سعيد بحضرتك وبشكرك على ان حضرتك تبقى في مداخله معانا، ويعني الحقيقه حضرتك قدوه بنحتذي بها وبنتعلم منها، فربنا يدي حضرتك الصحه يا رب دايما ويخليك لينا، لان بتعلمنا كتير في معاملاتك الرياضيه ومعاملاتك المجتمعيه ووقوفك مع كل الناس من صغرها لكبرها، حتى لو حد ما تعرفوش. فالحقيقه يعني ربنا يبارك لنا فيك. لا ربنا، يعني هو تواصل الحقيقة سيادة اللواء، يعني ما كناش يعني نقدم حاجة لبلدنا ولزملائنا اللي أمثالك اللي بيمثلونا في المحافل الدولية زي أفريقيا والاتحادات الدولية، يبقى احنا ما عملناش حاجة الحقيقة. احنا لازم نقول يعني الخبرة اللي على مدى، مش عايز أقول لك يعني عشان بس ما حدش يعني على رأي الزملاء، يعني انت شيخ الرياضيين وحكيم الرياضيين على مدى 50 سنة في العمل الإداري بعد ما اعتزلت في كرة القدم، الحقيقة بأسعد بأن أنا أقدر أقدم حاجة لبلدي أو لزملائي. لكن أنا سعيد بك الحقيقة دلوقتي، حتى في الحوار اللي أنت بتتكلم أنك أنت حدثت عن المشيرة بغزالة، وأنت تعلم ويمكن كثير يعلموا أنه صديق عزيز لي منذ يعني تعرفت عليه وهو وزير دفاع في سنة 88 حتى وفاته. يعني الراجل ده يعني الحقيقة أثر في حياتي وعلمني الانضباط فعلا، وخلاني أعيش حتى هذه اللحظة مع المؤسسة العسكرية يمكن يوميا. فأنا سعيد بما تحدثت فيه عن معالي، كنا بنسميه الباشا طبعا، المشير أبو غزالة. فأنت يعني أصيل الحقيقة أحمد، الحقيقة أصيل فعلا أنك أنت يعني ذكرت أثره فيه، يعني ودي حاجة الحقيقة يعني وفاء الحقيقة، أشكرك عليه. دكتور حسني غندر، عايز أعرف من حضرتك العناوين الرئيسية اللي بتشوفها في شخصية الرياضي أحمد ناصر، الكابتن أحمد ناصر المسؤول في قطاعات رياضية مهمة على المستوى المحلي والدولي، واللاعب أو الرياضي السابق البارز. إيه أبرز الحاجات اللي حضرتك بتشوفها في شخصيته ككادر وقيادة رياضية من خلال تعاملاتك معه؟ لا أحمد طبعا الحقيقة دؤوب، يعني الحقيقة أحمد يعني الظروف اللي مر بها منذ أن كان لاعب الحقيقة، وأنا كنت يمكن في الفترة دي برضه يعني كنت برأس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية وهو كان لاعب في روسيا، الحقيقة دؤوب ويعني تشعر فيه حتى عندما انتقل إلى الإعلام أنه حاطط هدف قدامه، وده مهم قوي 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 في حياتنا الرياضية أن احنا يبقى لنا هدف. أنا أعتقد من بدري أحمد حاطط له هدف حقق الحقيقة، يعني يكفي ان هو النهارده بيترأس اتحادات الكونفدراليه لافريقيا كلها. دي حاجه طبعا منصب مثال، منصب كبير الحقيقه، وعلينا ان احنا يعني كلنا يعني هو داخل دلوقتي حتى اللي هو احمد على مؤتمر كبير جدا خاص بافريقيا، ويمكن برضه موضوع حساس جدا كنا بنعيشه لفترات طويله في افريقيا، الفساد الرياضي في افريقيا. الحقيقه موضوع كبير قوي قوي داخل عليه في شهر ديسمبر اللي جاي، يمكن بالتحديد في 6 ديسمبر. الحقيقه يعني مطلوب ان كل المؤسسات حتى اللي هي بتدعم الرياضه الحقيقه انها تقف معاه الحقيقه. فهو انا بشعر ان هو انسان دؤوب، ويعني ما وصلش لهذه المكانه الا بجهد كبير وبعطاء،
وهو انسان الحقيقه من قمه راسه حتى قدميه مصري مصري بمعنى الكلمه، ويعشق هذا البلد الحقيقه. فيعني مطلوب من كل المؤسسات الرياضيه والمؤسسات اللي يعني بتدعم الحركه الرياضيه انها تقف معاه في جميع الانشطه بتاعته اللي هي الحقيقه بالذات دلوقتي خاصه بافريقيا. واحنا عارفين احنا افريقيا بالنسبه لنا ايه؟ طول عمرنا بنقول احنا امتدادنا افريقيا. نعم. يعني احنا عايزين نتواجد في افريقيا الحقيقه، وهو من الناس المؤسسين حاليا دلوقتي للتواجد الرياضي في افريقيا. وحضرتك متاكد ده حاليا اتجاه للدوله بشكل عام على مستوى العمل السياسي والاقتصادي وكل المجالات، فبالتاكيد بيتماشى مع هذا التوجه للدوله فكره دعم كل الكوادر المصريه اللي لها ادوار في القطاع او المجال الرياضي تحديدا في افريقيا. بالضبط في افريقيا، ولابد ان احنا ندعمها ويعني الحقيقه نحافظ عليها، ما يعني لا نهاجمها ولا مثلا نحاول يعني نحركها من مواقعها، لا بالعكس يجب ان احنا ندعمها ونقف معاها. واعتقد الحقيقه على قمه العمل الرياضي دلوقتي يعني الاخ العزيز الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وهو راجل رياضي، يعني الحقيقه يعني بيدعم اللواء احمد ناصر تماما، لانه مقتنع بان هو عامل لنا مكانه، خصوصا واحنا يعني فخامه الرئيس النهارده بيتحدث ان الرياضه اصبحت امن قومي، امن قومي في مصر وفي افريقيا كلها النهارده، عشان تحارب الفقر في افريقيا، تحارب الارهاب لازم من خلال الرياضه. لا خلاف الرياضة عنصر أساسي لمحاربة هذا الفكر المتطرف. والحقيقة يعني أحمد من الناس الحقيقة اللي بيعملوا في هذا المجال يعني بكل قوة وبشخصية الحقيقة، أنا بعتز بيه جدا الحقيقة، وربنا يعني الحقيقة يعني إن احنا نقف معاه الحقيقة ونقدر نقدم له أي حاجة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة معنا في الحوار. الدكتور حسني غندر طبعا واحد من اللاعبين المتميزين سابقا في عالم كرة القدم في مصر في عدد من الأندية المصرية ورئيس الاتحاد الرياضي للشركات في مصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك دكتور حسني. اللواء أحمد ناصر أو الكابتن أحمد ناصر، وإحنا بنتكلم عن الرياضة دلوقتي، حضرتك كنت بتقول عايز بس عشان قطعنا كلام حضرتك عشان نستقبل الاتصال ومشاركة الدكتور حسني غندر معنا في الحوار، حضرتك كنت بتقول إن في أمور أساسية يجب العمل عليها أو قصور معين يجب العمل على تغييره وعلاجه من أجل أن نتطور تطور حقيقي في الرياضة. ما فيش شك، يعني هو الاهتمام بالنشء والشباب هو حاجة أساسية، وأنا شفت ده الحقيقة من خلال من أول الوقت اللي ابتدى يتولى فيه الدكتور أشرف صبحي. الحقيقة أنا لنا مجامل ولنا زي ما بيقولوا بعرف أنافق، أنا ما بعرفش أنافق، بس عايز أقول إن أنا بشكر القيادة السياسية إنها قدرت تختار واحد زي الدكتور أشرف صبحي. ليه حضرتك سعيد بتكليف وباختيار الدكتور أشرف؟ هقول لحضرتك، أولا واحد طالع من تحت مارس رياضة وبطل، مارس قطاع الخاص وقدر يفهم كويس قوي ان التسويق والرياضة من الحاجات الرئيسية، ان كلها الرياضة ليست فقط تعتمد على الصور معنا واحنا بنسمع حضرتك. تمام، ده اثناء استقبال سيادة الوزير للسيدة أميرة الفاضل المفوضة العامة بالاتحاد الافريقي اللي بيقع تحتها الرياضة، وهي شريكة لنا في كاتحادية الكونفدرالية الرياضية الافريقية. ده دليل من الدلائل ان هو راجل فاهم. فاول حاجه اول ما قلت له ان الست دي موجوده رحب بيها، وخد اي حد افريقي بيرحب بيه ويحاول ويهتم بالتعاون معاه، ويهتم جدا بالتعاون معاه، واجتمع مع كل الاتحادات الافريقيه الرياضيه وبيساعدهم وبيدعمهم وبيحاول ان هو يعزز من مراكز كل الموجودين. حاجه جديده جدا حضرتك اول مره هتسمعها واول مره بذاعها. الجمعية العمومية لما توليت وتشرفت هنا مثلا في البرلمان، في جلسة البرلمان وعد قدام رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، كان ساعتها سيادة النائب الدكتور سيد فليفل، وعد ساعتها بحاجات، والحقيقة ما عداش 3 4 أشهر لما الحاجات دي تمت، وعلى عكس بعض الإخوة الزملاء السادة الوزراء اللي فاتوا، محدش عارف ظروف الناس إيه، إنما أنا بقول الناس اللي بتحافظ على البلد بشكل يفي بوعوده وكل ما 100% يعد بتقديمه من تسهيلات للرياضة 100%، ومش حاجات شخصية لحد خالص. بنتكلم على البلد، بنتكلم على تأسيس اتحادات أفريقية، بنتكلم على دعم اتحادات أفريقية في عدم التفريط فيها. بقول لحضرتك المفاجأة اللي أنا بقولها النهاردة والأول مرة بعلنها على مستوى الإعلام إن شاء الله، بسبق أم تحدث هذا الـ أما توليت تشرفت بتولي رئاسة
اتحاد الكونفدرالية الرياضية الأفريقية في أكتوبر 2015 كان عندنا حوالي 14 رئيس اتحاد أفريقي من مصر. النهاردة بإذن الله إن شاء الله الجمعية العمومية القادمة يوم 9 ديسمبر بالقاهرة اللي بتكون في حضن مصر، ونظرا للمناخ الأفريقي اللي احنا بقينا فيه هيبقوا 30 رئيس اتحاد مصري للاتحادات الأفريقية. يعني رقم زاد من 19 ل 30. من 14 ل 30. لن يأتي من فراغ. إذا ما كانتش الحكومة في ظهرك زي ما كان بيعمل دكتور أشرف وما زال معانا، إذا ما كانش بيدعم ومعانا في كل حتة. خط ضعف الرقم السابق. بالظبط. يعني في دول لأول مرة كان في دورة الألعاب الأفريقية للشباب في الجزائر. أول حاجة عملها لما جه زار الدكتور أشرف عشان يزور البعثة، اجتمع مع رئيس مع وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت اللي كان بقال 13 سنة ولا وزير ذهب إلى الجزائر أو الجزائر جات له. فكانت أحد البصمات الرئيسية اللي قدرت تأثر، لأن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية من الجزائر صديقي العزيز السيد مصطفى بيراف اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية. فكان الحقيقة التلاحم ده احنا محتاجينه، وده ما جاش من فراغ. في رؤية سياسية بتشتغل عليها القيادة السياسية بقاله فترة، ودلوقتي النهاردة احنا لازم ندعم ده لأن الرياضة هي القوة السياسية. يعني نعم. هنا حضرتك سعيد بأن الدولة حضرتك بتأكد أنها بتقوم بدورها دلوقتي ممثل في قطاع الرياضة في الوزارة وفي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في دعم الكوادر المصرية الرياضية في علاقتها الدولية وفي نجاحاتها الدولية. مما لا شك فيه، وده بيدعم اللي بتقوم به القيادة السياسية على مستوى أفريقيا، سواء كان على المستوى الاقتصادي زي ما شفنا الاتفاقيات اللي بتتم والمنتديات. لا، والمؤتمر الاقتصادي اللي فات. المؤتمر الاقتصادي وغيره من مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي الكبير اللي اتعمل. منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا. وهكذا كل الأنشطة اللي بتتم دي كلها بتدعم بعضها نتيجة لأنها بتعيد مصر لريادتها بشكل آخر وبأسلوب جديد. هل ممكن، يعني سؤال خارج الرياضة، نبعد شوية عن الرياضة بس نتكلم عنها بشكل غير مباشر، تأثيراتها على القضايا المحورية المصرية الأفريقية، هل ده جزء من قوتنا النعمة تواجدنا رياضيا بشكل أكبر في أفريقيا وتعاملنا وتعاوننا في كيانات مصرية أفريقية بشكل ثابت ودوري من خلال اتحادات زي اتحاد الأقصى على سبيل المثال، هل ده ممكن يطرح من خلاله ويبقى جزء من قوة مصر النعمة ويبقى له دور بشكل مباشر دبلوماسي ومؤثر؟ على فكرة دي أحد الحاجات اللي أنا كنت بتناقش فيها مع هالة، ووصلنا فيها لحاجة قوية جدا جدا جدا. كان هناك قصور بشكل أو بآخر تجاه القارة الأفريقية، ثم بدأ هذا القصور يعني يعالج بشكل أو بآخر. ابتدت مصر بترجع بشكل أو بآخر لمكانتها اللي بيها، مش أنا الريادة أنا اللي بعمل، لا عمليا. وإن احنا في win-win situation، شراكة رابحة بنسعى إليها، رابحة لكل الأطراف. عشان كده عايز أقول لحضرتك مش نجاحي أنا إن بقى 16 اتحاد رياضي أفريقي جديد رؤساءه مصريين إضافة، لا، ده تيم ورك. لو الناس الأفارقة ما وثقتش في مصر إن هي تقدر إن هي تحتضن الرياضة بهذا الشكل لن توافق، لأنها جمعية عمومية بتختار الرؤساء بتاعتها، لن توافق الجمعية العمومية على اختيارها هؤلاء الرؤساء. فإذا دول كفاءات رياضية بتضاف، لكن هناك دفعة من الحكومة المصرية بشكل أو بآخر ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والإنترست كمان الشخصي جدا لوزير الشباب والرياضة في أن يكون هناك نجاح في هذا الازدهار، أنه حاطط أفريقيا في كل مكان بيشتغل فيه، بيدعم الرؤساء الأفارقة، بيمنح كل التسهيلات المطلوبة المتاحة، مش عايزة نقاش، سواء كان على مستوى الشباب أو على مستوى الكبار أو إلى آخره. طيب هنبقى قليلا مدام انتقلنا للحديث عن دور مصر أفريقيا في المجال الرياضي. ما هي الأقصى؟ الأقصى هي اتحاد الاتحادات الأفريقية، ده المصطلح يعني الأكثر شيوعا، ولو تكلمنا بشكل علمي أو أكاديمي أكثر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية. لو حضرتك عايز تبسط للناس اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي غير المتخصصين في الأمور الإدارية الرياضية، ما هو هذا الاتحاد وما المهام المكلة إليه؟ ببساطة شديدة جدا، كل رياضة ليها اتحاد وطني اسمه الاتحاد المصري أو الاتحاد الوطني التابع إليه من أي دولة من الدول. هذا الاتحاد هو اللي بيدير اللعبة على المستوى الوطني. على المستوى القاري عندنا 54 دولة أفريقية، كل دولة منهم عندها مجموعة من اللعبات. في كل دولة اتحاد كرة يد، اتحاد كرة سلة إلى آخر الرياضة. بالضبط كده. بيكون بقى الاتحادات القومية الوطنية دي
اتحاد افريقي. هذا الاتحاد الافريقي ممكن يبقى كره قدم، ممكن يبقى كره سله، ممكن يبقى كره طايره، ممكن يبقى هاندبول، ممكن يبقى تراياتلون، اي نوع من الرياضات. اتحاد قاري للعبه. بالظبط كده. المجموعه دي من الاتحادات القاريه اسمها الاتحادات الافريقيه الرياضيه. هذه الاتحادات لها جمعيه عموميه. الجمعيه العموميه دي بتنتخب لها مجلس اداره يشوف مصالحها والى اخره. وعايز اقول هنا ان هناك اتحادات رياضيه اولمبيه اللي هي المدرجه في البرنامج الاولمبي، اتحادات رياضيه غير اولمبيه يعني معترف بها اللجنه الاولمبيه الدوليه وغير مدرجه في البرنامج الاولمبي، ثم اتحادات رياضيه نوعيه. الاتحادات الرياضيه النوعيه زي الاتحاد الرياضي للجامعات، زي الاتحاد الرياضي للمدارس، زي الاتحاد الرياضي العسكري. وهل كل الاتحادات دي المختلفه في توصيفها زي ما حضرتك قلت، هذه مدرجه في بعض الامور وهذه غير مدرجه، هل في النهايه بتشتغل تحت مظله واحده ولا في كلاسيفيكيشن او تصنيف معمول حتى يتم جمع كل مجموعه من الاتحادات لها نفس الظروف ونفس المشاركات الدولية؟ مش عايزه نقاش ان اللجنه الاولمبيه الدوليه الناس فاهمه غلط عنها انها بس بتهتم بالاتحادات الاولمبيه. لا، اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي بتمثلها هنا اللجنه الاولمبيه المصريه. اللجنه الاولمبيه الدوليه مهتميه بكل الرياضات، فيها رياضات ثقافيه، فيها رياضات غير اولمبيه، هي بتعترف. عشان كده الرياضه الغير اولمبيه المعترف بها من اللجنه الاولمبيه الدوليه بتديها نوع من انواع الزخم والفخم انها تكون موجوده، ومن الممكن ان تكون في الالعاب الاولمبيه في يوم من الايام. حد يحدك مثال بسيط جدا، المعايير في رياضات الاولمبيه منذ خلق الاولمبياد في 1896 لما بدا البارون بيير دي كوبرتان مؤسس الالعاب الاولمبيه الحديثه سنه 1912 الدوره الحديثه في ستوكهولم، كان عباره عن انه بيهتم بالرياضات اللي ما بيبقاش فيها احتراف، الرياضات الأولمبية اللي بتمارس بشكل أو بآخر لها كرايتيريا معينة. النهاردة الظروف اتغيرت، بقت إيه؟ حضرتك شوف في طوكيو اللي جاي هتلاقي 32 لعبة أو 32 رياضة، منهم كام رياضة شبابية، والرياضة الشبابية دي ليه؟ علشان بقى لها الكرايتيريا بتاعة الجندر إيكويتي أو المساواة ما بين الرجل والمرأة، الاهتمام بها على مستوى الشعبية اللي بتظهر على السوشيال ميديا أو على الشبكات التواصل الاجتماعي، اللي ليها في كل القارات ممارسة بشكل أو بآخر، اللي بتساعد في الـ SCR السوشيال كوربريت ريسبونسبيليتي أو المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات، اللي بتساعد على تخفيف العبء عن الدول بانها بتجذب الشباب في ان هم يلعبوا و و الى اخره. اذا الرياضه سياسه اردنا ام لم نريد، بتجبرنا على ان احنا يبقى عندنا قوه ناعمه نتعامل بها. اذا تستطيع ان تتدخل في حل المشاكل بين الدول، حصل في كتير، مباراه البينج بونج بتاع الزمان اللي ما بين الصين وما بين امريكا وغيرها من الامثله الكتير. لكن في الاخر خالص انا بجاوب على سؤال حضرتك، بقول لك فعلا الرياضة قوة سياسية ناعمة تستطيع أن تتدخل في حل المشاكل، ولكن بالتخطيط السليم. هننتقل للحديث عن دورات الألعاب الأولمبية بعد قليل، ودورة الألعاب القادمة إن شاء الله في طوكيو والمتوقع لها، وهل في أي تعديلات حصلت خلال الفترة دي هتجعل هناك إضافة مقارنة بدورات الألعاب الأولمبية السابقة ولا لا. ولكن نبقى قليلا مع الأوكسا، هل بتجدوا كل الدعم وكل الصلاحيات لدى كل الاتحادات الأفريقية الممثلة داخل أو اللي بتمثل أعضاء الأوكسا، ولا أحيانا بيتم هذا الصراع بين قيادات الأوكسا وبين القيادات في الاتحادات الأفريقية أو التابعة لكل دولة؟ بص يا فندم، إحنا لما ربنا كرمني وابتدينا المجموعة اللي ابتدت، أنا بتشرف إن أنا معايا دلوقتي مع الوزير الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والحقيقة شخصية عايز أقول لك يعني هدية من ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة بأمانة. يعني الراجل ده غير في الدنيا تغيير كويس جدا جدا جدا، راجل تكنوقراط فاهم الموضوع، قدر ان هو بشكره جدا جدا كل مناسبه، بشكره على ان هو قبل ان هو يبقى في هذه المنظمه علشان يضيف لها. القاده اللي موجودين الرياضيين ليس تدخل بيننا وبين بعض على الاطلاق، هناك كل الود والاحترام، لا تدخل في النشاط الخاص بالاتحاد الخاص. احنا مهمتنا الرئيسية كمسؤولين عن الرياضة في أفريقيا إن احنا بنهتم بالدورات الرئيسية الكبيرة والمجمعة، دورة الألعاب الأفريقية الكبرى، دورة الألعاب الشباب
الافريقيه للشباب، دوره العاب الناشئين، كل المنافسات القاريه بالضبط، وليس لكم اي تفاعل او تداخل مباشر مع المنافسات المحليه او الداخليه في اي دوله افريقيه؟ لا خالص، لان الا ما لم يكن هناك طلب من اتحاد معين بان احنا بالتدخل يبقى لنا تواجد، يبقى لنا يعني مثلا من اول ما تولينا الحمد لله كان في طبعا الاول شويه صعوبات في التفاهم، الا ان الناس ابتدت تحس كويس قوي بالفرق بعد دوره الالعاب التفاهم على قضيه توزيع الادوار وايه دور الاقصى. لا 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 ده واضحه لان في لائحه حاططها الجمعيه العموميه اللي هي من الساده الرؤساء. اذا كانت الصعوبه في التفاهم على ايه تحديدا؟ الصعوبه في التفاهم في ان في ناس، ما فيش شك احنا ما زلنا برضو في ناس يعني عايز اقول ايه، ضد التطور وضد التغيير. يعني في ناس ليها طريقتها واسلوبها وبحترمهم وبقدرهم وكل حاجه وبسيبهم زي ما هم موجودين، لكن في نفس الوقت اللي فيه لازم تعرف ان هناك فرق من ان انت واحد يهتم بشؤونك وانه يخفف لك ويذللك الصعاب وان يساهم معاك في نشر اللعبه اذا كانت الرياضه ما هياش منتشره، او يساهم معاك في حل بعض المشاكل وده واجبي، يساهم معاك في ان انت يشاركك في الفكر والراي في حالات معينه، في الاتحادات اللي موجوده وليس رؤسائها مصريين في مصر زي الكاف او غيره. يعني عايز اقول ان الدوله هنا كمان بتلعب دور كبير قوي ان هي تعزز منك كمصري في هذا المركز. وانا بشكر الدكتور اشرف صبحي جدا 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 على ده، بشكر السيد رئيس الوزراء وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان هو عزز المراكز للرؤساء الموجودين كلهم بشكل او باخر لتذليل هذه الصعاب، خلاهم عندهم مقرات، هل في دعم للمقرات دي، في صلاحيات اكبر منحت لهذه الكيانات الرياضيه المصريه او للكوادر والقيادات الرياضيه المصريه اللي بتتولى مناصب دوليه والقيادات الرياضيه الافريقيه الموجوده على ارض مصر اللي منها الكاف، نفس درجه الاهتمام مقدم لها من الدوله بالزبط. من القياده السياسيه بالزبط. او من الدوله بشكل عام بالظبط. فعشان كده عايز اقول ان اهتمام الدوله بقى مختلف، لان انت اسف في التعبير يعني طفش من عندك عدد من الاتحادات المقرات وتلعب ضدك في بعض الاتحادات عشان لنقل الاتحاد، يعني كما قيل كان في اتجاه لنقل مقر الاتحاد الافريقي من مصر وخروجه من مصر، وقيل وما سمعناه وحضرتك صحح لي لو المعلومه مش دقيقه ان حضرتك كنت من الشخصيات المصريه اللي ساهمت ولعبت ادوار مهمه جدا في تعزيز فكره الابقاء على واستمرار اتحاد الكره الافريقي او الكاف في مصر. بص يا فندم، شأن اتحاد الكرة الأفريقي هو شأن اتحاد الكرة الأفريقي، لكن لما الأمور يبقى فيها علاقة بمصر لازم أي حد في أي موقع لازم يتدخل، ويتدخل مش يبقى طفيلي على التدخل، إنما يتدخل بشكل إيجابي احترافي، يشوف بالظبط يضيف كده. شيء مهم يعني بالظبط كده، يشوف الموضوع إيه. والحمد لله رب العالمين أن هناك تفاهم كبير جدا 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 مع السيد وزير الشباب والرياضة، وإن لما علمت بالموضوع وتم الحقيقة الالتجاء بشكل أو بآخر في التحاور بيني وبين السيد رئيس الاتحاد الأفريقي، علمت بالمشكلة، تدخلت مع السيد الوزير، والسيد الوزير قبل هذا التدخل على ان انا المسؤول عن هذا الموضوع من الناحيه الفنيه، وابتدينا نتكلم فيه بشكل واضح جدا، وكان سريع الخطى جدا جدا، ويعني تواصل مع الجهات المعنيه الخاصه بده، الى ان الحمد لله رب العالمين وصلنا تقريبا لخلاص نهايه هذا الموضوع. ودي ميزه لحضرتك بتوصفه ده، وحضرتك هتكمل لنا طبعا اللي حصل والتفاصيل دي مهمه، ان كل المشاهدين بيسمعوا حضرتك دلوقتي ويهمهم يعرفوا تفاصيل اكتر عن كل الجهود المصريه التي بذلت من اجل الابقاء على الاتحاد الافريقي او الابقاء على الادوار المصريه الرياضيه في القاره كما هي او تعظيمها. بس حضرتك قلت جمله مهمه، ان الوزير كان مرحبا صحيح بالتدخلات طبعاً. من الشخصيات المحترفه التي يمكن ان تقدم شيء بالزبط. ايجابي بالزبط. لان في شخصيات تانية تخاف بالزبط. تقفل على الملف كده، تخاف بالزبط. اي حد يتدخل بالزبط. او ينسب الفضل للمجموعه، يبقى عايز ينسب النجاح لنفسه بس بالزبط. فدي ميزه في الكوادر القياديه. عايز اقول لحضرتك برضو نختلف او نتفق على شخصيات بعينها زي المهندس هنا بوريده، الراجل ده لعب دور وطني كبير جدا جدا في هذا الموضوع. ناس تعرف او ما تعرفش، انا لازم اقول بغض النظر عن ان انا اعرف المهندس هاني او ما اعرفوش، انا بتكلم على موقف لمصري وطني قدر ان هو يحقق حاجه كويسه لبلده، بغض النظر بقى عن ان انت باصص له ازاي عامل ايه، انا بقول موقف، وهذا الموقف موقف فيه بصفه عن الرياضه الافريقيه، بقول ان ده موقف الحقيقه يحسب، ويحسب للوزير
يحسب ليه الدكتور اشرف صبحي طبعاً وزير الشباب والرياضه الحالي، يحسب المهندس هاني ابو ريده، يحسب لكل واحد من الزملاء اللي تدخلوا في ان هم يكونوا موجودين في هذا الموقف. دي صورة حضرتك داخل مقر الاتحاد الافريقي، داخل محل مقر الاتحاد الافريقي مع المهندس هاني ابو ريده من فتره طويله الحقيقه. لكن اللي عايز اقوله بغض النظر عن ده، ان انا بقول في بصمات لناس، وهذه البصمات يجب انها تذكر، لان دي ده تاريخ يا جماعه. وبعدين في نفس الوقت اللي فيه عايز اقول حاجه، لا عايز الدوله دي معروف ان كان لها دور حتى على مستوى طبعاً الدوله طبعاً كان لها دور مهم طبعاً جدا طبعاً، لان الرياضه بتعتبر اكبر القوى الناعمه لاي دوله في المجالات الفنيه والرياضيه عالميا على الاطلاق. يعني عايز كمان اشيد كره القدم تحديدا بتعتبر هي الاهم او الاكثر تاثيرا. عايز كمان اشيد بالقياده السياسيه انها لم تتوانى للحظه ان هي تكون موجوده في التوقيت المناسب. وجود سياده الرئيس في كاس الامم الافريقيه في النهائي، وتواجد القيادات كلها بما فيهم ياني انفانتينو رئيس الفيفا، بما فيهم احمد احمد، بما فيهم مجلس اداره الكاف كله اللي كان موجود، شافوا ازاي الدوله بتهتم من خلال رئيسها بانها تكون موجوده من خلال تواجده في الكوره، مش بس عشان مصر مشاركه، انما ده الاهتمام اللي احنا بنسميه الاهتمام الرياضي اللي بيصعد من القيمه الموجوده لهذا الموضوع. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لحضرتك عليها، ان لولا ان رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف احمد احمد، يمكن هو ما يكونش فاهم ولا سامع انا بتكلم على ايه، انما ده لازم اقوله في حقه برضه، لولا هذا الرجل متحمس ايضا لوجوده في مصر لما استمر الاتحاد. كان ايضا داعم لملف او للمطالبات بالابقاء على الاتحاد الافريقي في مصر. هو عنده شويه حاجات ايجابيه جدا، وعنده جزئيه هو حر فيها في الاداره بتاعته، غير الإدارة بشكل أو بآخر، غير من المصريين. أنا بقول تاني مواقف ناس تختلف. حضرتك هنا بترد على أقاويل وآراء طرحت في الفترة اللي فاتت، نطلق عليها أي مسمى، يعني إن كانت اجتهادات أو شائعات أو آراء مختلفة كانت بتنتقد شخصيات من ضمنها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. حضرتك بتقول أنه كان له دور إيجابي وكان داعم وعامل مساعد على أو منسق مع القوى المصرية اللي بتعمل على بقاء الاتحاد الأفريقي في مصر. بحكم وجودي في الرياضة وتشرفي بالمركز اللي أنا فيه، لي اتصال مباشر معاه وعلى طول، وعلى طول احنا على اتصالات وعلى طول بنتكلم وهو إلى آخره. ولكن لك ما لك وعليك ما عليك. حضرتك بتقول ده معلومة على العهدة على الراوي على مسؤولية اللواء أحمد ناصر طبعاً، ده أمر يقيني طبعاً كان داعم لهذا الأمر طبعاً. وعايز أقول برضو لولا وجود ممثل لمصر في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لما كان حال مصر طيب دلوقتي. مصر كانت مؤسسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تمام. أول رئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان مصرياً، تمام. هل يمكن أن يكون الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي مصري؟ والله أنا أتمنى، إنما ده أمر هيرجع لكيف يرى كيف ترى أفريقيا الآن مصر بهذه العين. هل من الممكن أن مصر تدخل في هذا العراق الانتخابي اللي يقدر بيه حد يبقى رئيس الكاف ولا لأ؟ هاني ليه كريدت كبير جدا جدا عند الأفارقة، وأنا عارف ده كويس. اسمح لي أنا بقول هاني كده، إنما هو طبعا أصدقاء بتتكلم حكم يعني عايز أقول ليه كريدت كبير قوي أنا شفته. إنما أنا لا أشهد، بحاول إن أنا أخلي هاني رئيس اتحاد، ما أقدرش أعمل كده، لأن الجمعية العمومية اختلفت وإرادتها اختلفت. ولما اختارت أحمد أحمد ورفضت عيسى حياته كان ليها مغزى وكان ليها معنى، وكان في أشكال معينة فرضت في هذا التوقيت الناس كلها يمكن عارفة عنها. فعايز أقول أن أنا ما بقاومش أن مين يبقى رئيس الاتحاد، أنا أتمنى أن يكون رئيس الاتحاد الأفريقي المصري، ولكن دي إرادة الجمعية. طيب من معطيات موجودة قدام حضرتك في كواليس الرياضة في القارة بشكل عام، بنسبة قد إيه من الممكن تحقيق هذا الهدف، تولي كدر مصري متميز لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المدى الزمني القادم القريب، وبنسبة قد إيه صعب وليه؟ أنت حضرتك بتتكلم في موضوع صعب جدا التكهن فيه، لأن ممكن قوي كل الناس دي تقول لك دلوقتي أنت هتبقى رئيس القادم، كمان شوية يغيروا نفسه، كمان شوية تالتة يغيروا نفسه، كمان شوية رابعة يغيروا نفسه. مش أنا آسف في التعبير، خليني أبقى صريح قوي، مش تغيير زمم، لا، في رؤى بشكل معين، حسابات مصالح، في حسابات مصالح، مش عايزة النقاش، في حسابات مصالح دول
مش لازم نقول حسابات مصالح الناس بتقبض. لا، حسابات مصالح يعني هو عايز يحسب ايه على ايه؟ هل هو عايز واحد ريل افريكان من حته معينه ما بيحتسبش ان مصر افريقي، بيحتسبه عربي، بيحتسبه فرعوني، بيحتسبه واتيفر؟ دي كلها حسابات من الممكن ممكن تبقى مؤثره على القرار. لكن الاهم، هل هناك لوبي ولا لا؟ اللوبي هو التربطات التي من الممكن أن تكون، وتربطات بدقة وكبيرة وعلى مستوى عمق قوي جدا جدا، بتدخل الدول وتدخل شخصيات الكبيرة. اللوبي ده موجود، مؤثر. اللوبي موجود في كل حتة وفي أي وقت، لكن قوته قد إيه هي اللي بتقاس زي الزلزال كده. لكن هل صحيح ما يقال أنه ناس كتير بتشتغل للأسف في مناطق مختلفة من العالم على أنه على مستوى علاقاتنا العربية والقارية يحاولوا يسحبوا أي نجاح مصري أو يبعدوه أو ياخدوه مننا؟ في محاولات من ده طول الوقت حتى في القطاعات الرياضية؟ ما فيش شك، وما زال موجود، وما زال موجود من بعض الدول، لا داعي لذكر الأسامي طبعا لأنها في الغالب معروفة. وهناك حروب ضد مصر في تولي المناصب على المستوى العالمية وعلى المستويات الأفريقية حتى، وهم مش من الأفارقة، بيحاولوا يتدخلوا ويشتروا ويبيعوا ويعملوا وا 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 إلى آخره. إنما عشان كده أنا بقول وجود قيادة شبابية واعية زي الدكتور أشرف صبحي، أول ما تكلموا على الموضوع أو القصة أو هناك في أي مشكلة تلاقيه في ثواني معاك وبيرد عليك وبيجاوبك ويبقى معاك ويدرس ويحلل، ولو تطلب انه يتدخل بسفر معاك شخصيا هيسافر. خدت بالك؟ انا ما بتكلمش على مستوى انا بس، بتكلم على مستوى كل زمايلي القاده المحترمين الافارقه اللي موجودين، سواء واقصد بالقاده الافارقه مش بس رؤساء، عندنا رؤساء وعندنا نواب وعندنا سكرتاريين عموم وعندنا اعضاء مجالس ادارات اتحادات افريقيه وعندنا رؤساء لجان في الاتحادات الافريقيه لهم ثقل وعندهم في لجان تحكيم وغيره. يعني قبل ما اختم الفقره دي او الجزء ده من الحوار، بمنتهى الصراحه هعرض على حضرتك وجهه نظر ثانيه او راي ثاني موجود في الشارع المصري. ناس بتقول ان في محاولات طول الوقت لضرب المصالح المصريه او النجاح والتواجد المصري الدولي حتى في الرياضه قاريا وعربيا، او انهم يبعدونا عن فرص تولي المراكز القياديه وان احنا دايما الاكثر تاثيرا على مدار التاريخ العربي والافريقي فيها. ناس تانية بتقول يا جماعه انتوا صدعتونا بنظريه المؤامره طول الوقت، لان احنا لابد ان نصلح انفسنا في ادارتنا للرياضه، وان الكثير من الامور الرياضيه في مصر لسه بتدار باسلوب الهوايه وبعيده كل البعد عن المعايير المطبقه عالميا في البروفيشنال ليفل او المستوى الاحترافي، وان احنا لازم نصلح ونبني بناء صحيح عشان نقدر ناخد الرياده في المجال ده والسبق مره اخرى. ما مدى موضوعيه الراي ده؟ الاجابه في نقطتين. النقطه الاولى، هل هناك أخطاء في الرياضة؟ مش عايز أشك. القانون لما اتعمل ما أنزلش. أنا طبعًا آسف في مصطلح أنتوا استضعتونا ده، مش موجه لضيف أو أكتر، أنا بتكلم بشكل عام، إن اللي بيتكلموا في الإعلام الرياضي بيطرحوا ده ومتكرر على المستمع أو المشاهد، فبيقول يا جماعة ما نشوف العيوب ونصلحها عشان تمام. احنا ببعاد شوية عن موضوع الاحتراف. خلينا نتفق على إن الأخطاء اللي موجودة ما بتطلعش من فراغ. يعني بتطلع من الممارسة، بتطلع من قانون كانت بقاله 40 سنة وتغير النهاردة، فأكيد 100% هيبقى محتاج فيه تغييرات، ولكن بعد ممارسته. فالقانون مورس، يعني مثلا أنا شايف أنه بيوجه أصابع الاتهام للدكتور أشرف صبحي أنه ما عملش حاجة في القانون. مين قالك أنه ما عملش حاجة في القانون؟ ده الراجل، أسف أقولك، واخد الناس كلها رايح جاي، تعالى حط القصة دي وقول لي ده إيه رأيك فيه وده إيه رأيك فيه وده إيه رأيك فيه، وجمع آراء وده إيه رأيك فيه وده وإيه الذكاء في ان هم ما قعدهمش مع بعض، لان لو قعدوا مع بعض هيتاثر الاخر بالاخر، فيقول لك قول لي اللي عندك وياخد اللي عنده، واللجنه اللي عنده تدرس صياغه لكل ما يطرح بالظبط كده، وياخد ده ويطرحه على الناس اللي موجوده عشان يطلع. مش هياخد ده في يوم وليله. مع كل احترامي، اللي بيجي مسؤول عن الرياضه، وانا بقى اناشد القياده السياسيه في ده، ان يكون هناك عناصر رئيسيه للوزراء اللي بتيجي، ما يبقاش اهواء شخصيه للوزير. ما يبقاش الوزير بيحب احمد يبقى خلاص هيبقى مع احمد، بيكره احمد يبقى خلاص ضد احمد. في منظومه الناس بتمشي عليها، ويجب ان يكون هناك نظام الناس تقدر تمشي عليه. انما ما ينفعش ابدا ان انا اجي النهارده بهوائي الشخصي، فلان الفلاني ده بيتكلم ضدي، لا ما بحبوش، اقفل عليه. ده حصل. حضرتك بتطالب ببرنامج عمل وتطوير للرياضه في مصر يبقى مستمر مهما تغيرت الاسماء والاشخاص. بالظبط كده. انا بقول الكلام ده يا فندم من واقع خبره ل 19 وزير
حضرتهم بفضل الله من أول ما ابتديت الرياضة من وأنا صغير بمارس لحد دلوقتي وأنا بشتغل. إيه أبرز مشكلة واجهت حضرتك؟ إحنا مش هنذكر أسماء لأننا لا نتحدث عن أمور أو مش بنشخصن أي أمر، هنتكلم للصالح العام. أصعب حاجة مرت بحضرتك في التعامل مع وزير من وزراء الرياضة، وأفضل شيء حضرتك مريت بيه في التعامل مع وزراء الرياضة أصعب، يعني الكوادر المتتالية وصولا إلى الوزير الحالي. أصعب حاجة إن أحد السادة الوزراء أول ما تقلدت رحت له وفتحت له إيديا وقلت له أنا الآن مسؤول عن الرياضة في أفريقيا، وأنا ما عنديش أي مطامع شخصية غير إن مصر تبقى أحسن دولة في الدنيا وتستطيع إن هي تضم الأفارقة ترجعهم تاني. أنا عندي لحضرتك أفكار، برنامج عمل أو أفكار. نمرة واحد إن إحنا نعرف حضرتك ببعض القادة الأفارقة اللي ليهم تأثير. اتنين إن إحنا نجذب الأفارقة في إنهم يبقوا موجودين ويعملوا معسكرات تدريبية و و و إلى آخره في مراكز الشباب الموجودة عندنا وبيوت الشباب الموجودة عندنا، واللي بتحظى بإن هي لها رفاهية أكتر من بعض الدول الأفريقية الأخرى. تلاتة إن إحنا نعمل كوادر لهذه الاتحادات الأفريقية والدول الأفريقية. أربعة إن إحنا نساعد هذه الدول الأفريقية في كيفية الترقي في بعض اللعبات و لآخره. وأنا بقول لحضرتك السادة رؤساء الاتحادات الأفريقية اللي معايا جاهزين، والسادة الأعضاء الموجودين جاهزين على تقديم أي معاونة فنية أو إدارية أو إلى آخره ممثلة من خلال جمهورية مصر. الرد كان إيه؟ الرد كان يا فندم طبعا، يا فندم حاضر، يا فندم أو يا فندم هيحصل يا فندم، ولا حاجة حصلت. قعدنا على كده كتير سنتين ونص إلى أن ربنا حبانا بالسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي. تغير الموضوع 180 درجة، من إهمال لاهتمام، من إهمال مش لشخص، لا لمؤسسة لمنظمة. إنك تقعد تدور على مكان لأكبر مؤسسة رياضية موجودة في أفريقيا عشان تقعد فيه، وبعدين في الأخ خالص يوعدك وما يحصلش، يوعدك وما يحصلش، وبعدين لما يجي السيد الوزير برمشة عين كده. وعايز أذكر في ده برضو موقف كويس جدا جدا رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مهندس هشام حطب، حقيقة الراجل يعني عايز أقولك ساند الأكسة بشكل غير طبيعي. طيب عشان ننتقل للملف الأولمبي، علاقة حضرتك بقيادات اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب ورؤيتك للأمور في العمل الأولمبي على المستوى العالمي بشكل عام، خلينا ننتقل لهذه الملفات ودورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو، ذكريات الكابتن أحمد ناصر أو اللواء أحمد ناصر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والنجم الكبير أسطورة كرة القدم في مصر وأفريقيا والعالم العربي خلال دورة ألعاب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. دي تساؤلات كثيرة مطروحة على اللواء أحمد ناصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي يحاور، ونجدد الترحيب بضيفنا على شاشه قناه الاهلي اللواء احمد ناصر رئيس الاتحاديه او اتحاديه الكونفدراليات الرياضيه الافريقيه. اهلا بحضرتك مره تانية. اهلا بحضرتك. هنتكلم شويه عن اللجنه الاولمبيه المصريه، علاقه حضرتك بالمهندس هشام حطب والتنسيق الموجود بين الكيانات الرياضيه المصريه والمصريه الدوليه. انا بعتبر المهندس هشام حطب الحقيقه مش بصفته كصديق إنما بصفته كقيادي أول رئيس لجنة أولمبية ياخد المواضيع بصدره. يعني ده التعبير الدارج، بجرأة. لا خليني أقول التعبير الدارج بتاع الشارع الرياضي. خد المواضيع يعني إيه خد المواضيع بصدره؟ يعني لن يتردد إن في مواضيع لازم يخش فيها قوي. ساعده على كده وزير الرياضة، لأن لو وزير الرياضة مش فاهم والموضوع بقى فيه صراعات هنعود تاني لكل وزير رياضة يجي يبقى فيه صراع مع رئيس لجنة أولمبية ويطلع فيه اسمها بنقول عليها هراوة مش عارف الإيقاف ومش عارف إيه الأولمبي وبتاع. اللي عجبني تماما أن هناك كان فيه تنسيق وتوافق في هذا الموضوع. يمكن كان فيه محاولات في الوزير السابق، ولكن كان في حاجات كده ايه فيها تصفيه حسابات بشكل او باخر، عايز يخلي مش عارف مين بشكل او باخر، الامور على مزاجه بشكل او باخر. عشان كده انا بقول بطالب القياده السياسيه بان منصب الوزير يجب ان يكون بسيستم بنظام، ما يجيش باهوائه الشخصيه عايز يغير ده يقوم يغيره، اهواء مش عارف ايه عايز يعمل ايه يقوم عامله، انما في الاخر خالص يكون فيه
رؤى واضحه استراتيجيات عمل لكل ملتزم بالظبط كده. فلان الفلاني مسك وزير عمل استراتيجيه اللي جه بعده لقاها فيها نجاح والاخر لازم يكمل نجاحه ويذكر هذا النجاح. طيب هرجع لنقطه انطلاق الجزء ده من الحوار مع حضرتك مره ثانيه. مدى التنسيق بين الكيانات دي يعني توزيع الادوار الاختصاصات هل هي واضحه؟ هل هي محدده في مصر بشكل كافي ما بين ادارات الانديه واللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه ولا الامور ملتبسه في بعض الاحيان وليه؟ القانون الجديد في حاجات إيجابية جدا وفي حاجات سلبية. الحاجات الإيجابية الحاجات السلبية ما ظهرتش غير بالممارسة، ولكن ما تنساش أن دايما لازم يكون في حاجة اسمها أني أعترض. تنساش دي لازم في أي حاجة. في فريق كورة هتلاقي واحد على طول بيقولك أني أعترض، في إدارة رياضية ومنظومة رياضية هيقولك أني أعترض. مش معنى كده أن ما فيش حاجة غلط في القانون، لا في حاجات غلط في القانون واجب أنها تتصلح. يعني السيادة للدولة زي ما الميثاق الأولمبي بيقول فيها سينكرونايزيشن توافق ما بين الحكومة وما بين اللجنة الأولمبية، وده موضوع رئيسي وباحترام قوانين الدولة. الدولة احترمت ده بحد أقصى وقالت لك في الدستور احترام المواثيق والأعراف الدولية. إذن هناك أعطت الدولة كيان قوي جدا جدا للمواثيق والأعراف الدولية. من هنا جاء سيطرة اللجنة الأولمبية المصرية من الناحية الفنية الكاملة على الرياضة بشكل عام، وده محترم جدا من السيد وزير الشباب والرياضة. وهناك تنسيق الحقيقة وهارموني أنا ما شفتوش قبل كده في خلال هذه الفترة الكبيرة اللي موجودين فيها، وهناك تفاهم بينهم وبين بعض بشكل كويس. أنا سعيد بيه جدا جدا كرياضي، كراجل بمارس العمل الرياضي. عندي مشكلة بكلم رئيس اللجنة الأولمبية، عندي مشكلة بكلم السيد وزير الشباب والرياضة، بيحلوها مع بعض بشكل أو بآخر. إنما لمين؟ للمصلحة العامة. هل طالب البعض اللواء أحمد ناصر بالترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية؟ الحقيقة حصل، بس أنا ما فكرتش في ده ولا عايز أفكر فيه خالص. ليه؟ أنا في منصب يخدم البلد دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا على قدر استطاعتي وعلى قدر مجهودي وعلى قدر علاقاتي بشكل كبير جدا جدا يمنعني من أن أنا أترشح لأي حاجة تانية. نمرة واحد. نمرة اتنين، إذا كان هذا الموضوع هيعمل فلفل وشطة مع المهندس هشام حطب فأهلا وسهلا بيه. ليه؟ لأني أنا بثق في أن المهندس هشام حطب هو الأنسب حاليا في هذه المرحلة أن يقود اللجنة الأولمبية المصرية. ليس نفاقا ولا رياء ولا في أي علاقة بيني وبينه، ولا علاقة مصالح هتكون ولا لكانت ولا هتكون ولا مع أي حد. إنما أنا طول عمري معروف أن أنا صريح، وفي نفس الوقت اللي فيه بقول الكلام الصح. أنا ما شفتش حد بيدور على أن هو يخلي كينونة للاتحادات الرياضية زي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية دلوقتي. الاثنين متفاهمين في هذا تماما. لكن اللي عايز أقوله الدولة ليها دور يجب أنه يكون معزز وظاهر، وفي نفس الوقت اللي فيه اللجنة الأولمبية ليها دور فني يجب أنه يكون برضو معزز وظاهر، وده اللي أنا شايفه لحد دلوقتي. يعني أنا في طبعا هقول تاني، هناك في بعض الأخطاء في القانون، وهذه الأخطاء اتدرست واتحصرت دلوقتي وبيتم حصرها ما بين مين بقى؟ ما بين اللجنة الأولمبية وما بين وزارة الشباب والرياضة. على أن يخرج القانون في خلال، لا ما أعرفش، دي مش بتاعتي. طيب بلاش دي، هسألك سؤال تاني. المتعارف عليه انه لما يتم اعاده النظر واعاده صياغه قانون الرياضه في اي دوله ظروفها مشابهه لينا، تركيبتها التاريخيه والاجتماعيه والاقتصاديه والرياضيه وانجازاتها في الرياضه بحجم مصر، المفترض انه في رينج للوقت ولا لا؟ في سقف زمني للوقت ولا لا؟ ناس بتقول احنا دايما الامور عندنا بتاخد وقت مبالغ فيه قوي. والله انا حتى لو حضرتك مختلف مع الراي ده انا بطلع، لا انا مختلف مع حضرتك في الراي لو سمحت لي، لان لو في هناك اختلاف في الرؤى فلازم يكون اختلاف في الرؤى. انت بتتكلم على قانون بعد 40 سنه اتغير، 40 سنه، فجاي النهارده تقول لي ان حضرتك رتمك بطيء بعد سنه ولا سنه ونص ولا سنتين ماسك فيهم وزير الشباب والرياضه مع رئيس اللجنه الاولمبيه الموجود. يعني عايز تغير قانون من 40 سنه تغيره النهارده من السنه 2017، تيجي النهارده 2019 تقول لي لا اصل انت ماشي بطيء. ماشي بطيء فين؟ ده انت عندك مشاكل ما بعدها مشاكل يجب ان انت تدرسها وتحصرها
وما تغلطش نفس الغلطه اللي انت عملتها في الاول ان انت حطيت منطقي اللي حضرتك شايفه. اولا انا بحيد نفسي تماما، انا بعرض على حضرتك وجهات نظر مطروحه في الشارع الرياضي في راي العام المصري، اللي بتشيد واللي بتنتقد الاداء الرياضي او الاداره الرياضيه في مصر حاليا. حضرتك شايف ايه المقبول زمنيا او منطقيا بعد 40 سنه؟ انه فتره حضرتك بتقول انها ريزونبل او منطقيه انه يصاغ فيها قانون رياضه جديد متطور مواكب للاحداث. انا شايف ان لحد دلوقتي وصلنا الى نقطة قوية جدا جدا جدا، أن هناك دراسة لبعض النقاط الرئيسية التي يجب أن يكون هناك فيها تغيير ما بين سيطرة وسلطة الدولة وقانونها وما بين الميثاق الأولمبي وكيفية التعزيز فيه وإلى آخره، ودي القشة التي تقسم ظهر البعير ما بين الاثنين. ما بقولش إن 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 اللجنة الأولمبية بتحاول تلاقي لها دور أكبر أو الوزارة بتحاول تلاقي لها دور أكبر. الوزارة سيادة الوزير موجود النهاردة ربنا يكرمه ويا رب إن شاء الله يستمر أكبر قدر ممكن للراجل ده راجل محترم، لكن هيجي واحد تاني في يوم الأيام جديد، فهل هنبتدي نكرر من أول جديد تاني ويعمل برؤيته الشخصية؟ طيب الراجل الموجود ده دلوقتي الوزير الموجود الوزير أشرف صبحي ده أستاذ قانون، سوري أستاذ إدارة، أستاذ إدارة بيدرس الإدارة وممارسها، يعني الراجل كان ماسك هيئه الاستاد واشتغل في القطاع الخاص. طبعا يعني حضرتك واضح انك على قناعه كبيره جدا بالدكتور اشرف صبحي. ما انا بقول لحضرتك ليه وعددت مميزاته اكتر من مره. ما انا بقول لحضرتك ليه، انا مؤمن بده ليه، لان فعلا عنده جوانب انا ما شفتهاش في ناس كتير. يعني لما جه المهندس حسن صقر كنا سعداء جدا لان ده اول واحد من الناس اللعيبه الاولمبيين اللي كان كابتن مصر يبقى اللي هو وزير تكنوقراط خلاص رياضي واصبح وزير، والراجل حاول كل اللي عنده وما زال بيشيد الدكتور اشرف بحاجات عملها المهندس حسن صقر. اما جه الكابتن طاهر ابو زيد فرحنا جدا برضه لان طاهر ابو زيد احد النجوم الكرويين والاولمبيين و و الى اخره وبقى وزير، اذا برضه ليه حسناته وليه بصماته و و الى اخره كرياضي. لكن عايز اقول هنا انك تجمع ان انت تبقى اكاديمي وتبقى عملي ويبقى عندك ممارسة على المستوى الحقل الرياضي، اعتقد ان دي مش موجودة كتير. فالنهاردة دي الفرصة في ان احنا حصرنا عدد من الاخطاء اللي احنا بنقول بقى بنطرحها لبقية الناس بأشكال مختلفة عشان نقول نقدر نغيرها وازاي، وبعدين تطرح بقى على المستوى. يعني حضرتك بتقول لن اترشح او حضرتك بتقول ان لا تعتقد انه مناسب انك تترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية؟ لا انا مش هترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية لان انا الحمد لله وبفضل ربنا مكتفي تماما بما انا فيه وبحمد ربنا على اللي انا فيه وبشكر كل زملائي القادة الأفارقة والقادة المصريين الرياضيين بتعزيزهم ليا في هذا المركز، ولولا دعمهم ودعم الحكومة ليا ما كنتش النهاردة الحمد لله بفضل ربنا قدرنا أن مصر يبقى اسمها على كل لسان في دورة الألعاب الأفريقية، مش في الفوز بس، في الإدارة بتاعت البطولة وفي نفس الوقت في دورة الألعاب الأفريقية للشباب. شكرا لشركائي اللي هم الاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية للاتحاد الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي من خلال المفوضة الاجتماعية معالي الوزيرة الدكتورة معالي الوزيرة أميرة الفاضل اللي كانت وزيرة التنمية واللي شفناها في اللقطات اللي بالظبط كده. الناس الحقيقة عايز أقول إن الحمد لله إن هذه المجموعة موجودة والحمد لله إنها قدرت تحط البصمة دي. أنا آسف طبعا بعتذر لحضرتك إن أنا مش بقدر أبحر أكثر في أي إشارات من حضرتك لأن طبعا ده حقك إبداء الرأي كما شئت بخبراتك الكبيرة ومسيرتك الكبيرة، لكن أي إشارات فيها نقد لشخصية حالية أو سابقة في العمل الرياضي أو الوسط الرياضي المصري أمانة العمل أو مهنية العمل الإعلامي بتحتم عليا طالما الرأي التاني مش موجود للرد أو للمناقشة أو من يمثله إني أسمع رأي حضرتك دون أن أبحر أكثر في مناقشتها، عشان كده في نقاط ما I didn't go يعني further وإحنا بنناقشها لأنها بتبقى باينة بين السطور، عندك لك تحفظات بتشيد بالبعض بتنتقد البعض، أنا مش قادر أروح أبعد من كده في بعض النقاط لأني بشوف إنها بتستحق ديبيت مناقشة، رأي ورأي آخر خلاف، واحد بيشوف الشخصية دي كانت كويسة جدا وبيشيد بيها وواحد شايف إنها كانت غير موفقة على الإطلاق، ده جزء من طبيعة العمل الإعلامي. معلش اسمح لي يعني أنا بشكرك على اللي أنت قلته طبعا ولازم تقول ده بصفتك كراجل يعني مذيع لهذا البرنامج ولازم تخلي مسؤوليتك من ان انا بقول كده، انا ما بتهمش انا بحلل مفهوم. واحد اتنين انا من حقي ان انا انقد طبعًا. من حقي ان انا احلل لان انا واحد من النقاد الرياضيين طبعًا. اللي بقى لهم عمر في المجال الاعلامي عشان كده قلت لحضرتك ان كلامك يعتد بيه طبعًا. ثلاثة انا راجل رياضي بقى لي عمر وليس لي لا عداء مع حد ولا محبه ولا مصالح شخصية مع حد ولا اي مصالح شخصيه مع حد. انا بتكلم على
أقسم بالله العظيم في وجودي، وبقسم إن أنا ليس لي أي عداء مع حد ولا أي مصالح مع حد في إن أنا أنقل. أنا لا أبغى إلا صالح هذه البلد بصفة ما لها علي من إن هي خلتني في يوم من الأيام ليه اسم. مفهوم. وكويس إن حضرتك مقدر النقطة دي ووضحت اللي أنا قلته بالنسبة للنقطة دي. أكيد. إن واضح لحضرتك. أكيد. بشكرك على تفهمك. أكيد. ده. أكيد. هننتقل لدورات الألعاب الأولمبية. تفضل. نبريك ذا آيس، نكسر الجليد، نضيب الجليد شوية. Please. نتكلم عن ذكريات جميلة لحضرتك في التعامل مع كوادر رياضية ناجحة جدا في مصر، وقت العمل والمتابعة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس. إيه ذكرياتك الأجمل عن الفترة دي وعن دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، وماذا تتذكر عن علاقتك بالكابتن محمود الخطيب وقت دورة الألعاب الأولمبية في أمريكا؟ والله أنا عايز أقول إن أنا كان ليا شرف إن أنا يعني أزامل مجموعة من الناس الذين لن أنساهم في حياتي. أولهم الكابتن محمد رشوان أخويا وصديقي العزيز، وكنا مع بعض في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 84، والمجموعة الكروية الجميلة اللي على رأسها أخويا العزيز كابتن بيبو. والحقيقة بيبو كان في موقف كده، هو نفس الموقف اللي أنا تعرضت له هو تعرض له. أنا الحصان رفصني في أثناء البطولة، وكان يجب أن ناخد إبرة كورتيزون اللي عيني كان بيعاني منها في الوقت ده في ظهره كابتن محمود الخطيب. يعني عايز اقول لك ان الموضوع من زمان. وكان حضرتك كلاعب فروسيه في الوقت ده في البطوله خماسي. ولا خماسي. كلاعب خماسي. كلاعب خماسي. وكنا اول فريق خماسي في دوره العاب اولمبيه. فكنت انا ومعايا زميلي كابتن عوض سامي ربنا يديله الصحه، والمرحوم اللواء ايهاب الليبيدي ربنا يرحمه يا رب برحمته. والحقيقه كنا اول فريق اولمبي، وكنا احنا قعدنا شويه في القريه، وكان جنبنا على طول الكوره، يعني الكوره كانوا جنبنا، فكان بيجي يخش عندي ويقعد معايا على طول، لان انا كنا احنا عددنا قليل، فكان لينا ما كناش في الزحمه زي الكوره. الكوره يا عيني كان عندهم اربعه في اوضه بقى ومش عارف ايه، كنا احنا معززين قوي، كان كل واحد فينا في اوضه وبتاع. فكان مجدي عبد الغني بيزوغ ويجي يبات عندي، والكابتن الخطيب في وقتها كان بيعاني من بعض الام الظهر، وكان هناك ديبيت على انه ياخد حقنه في ظهره او لا ياخذ حقنه. لا، ان كابتن خطيب تعرض وعانى من هذا الامر سواء مع المنتخب او الاهلي، ان كانوا بيبقوا محتاجين موهبته جدا في الملعب، وكان في مدير فني مصري او اجنبي بيضغط حتى على الفريق الطبي انه يحاول يدفع بيه في الملعب. مش عايز حتى النقاش. هو محتاج فتره راحه. مش عايز النقاش. مش عايز النقاش، لان الكابتن خطيب ليه بصماته وليه اسلوبه وليه طريقته، ولاعب مميز ولاعب موهوب وقتها، موهوب مصنوع يعني له القدره على تغيير نتائج، عارف زي ظاهره النجم الواحد كده. ففي الوقت ده كان عنده هذه المشكله، وانا لما ضربني الحصان بقى عندي نفس المشكله. فاضطرينا ان احنا نلتجئ الى القسم الطبي منتخب مصر 84 واحنا بنسمع حضرتك. ما شاء الله. طبعا وطبعا الكابتن احمد ناجي انا شايفه هو من اعز اصحابنا، الكابتن طاهر احنا كمان. طب ممكن تستقبل التليفون ده سياده اللواء؟ اتفضل شوف مين معانا على التليفون. الو يا ناصر. اهلا 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 كابتن وحارس مرمى قلوب الناس وحارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى مصر ومدرب حراس مرمى مصر في اوج مجدها، كابتن احمد ناجي حبيبي. والله دلوقتي قالوا لي هتتكلم اللي هو احمد ناصر، فطبعا احنا اليومين اللي فاتوا دول يمكن اكتر يومين شفنا بعض فيهم. الاول بس انا عديمتي طبعا عشان. اهلا بيك يا كابتن احمد، وسعداء بمشاركتك معانا في الحوار. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الله يخليك. طبعا يعني اللي هو ناصر من الشخصيات المحببه جدا 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 لقلبي انا شخصيا. ربنا يخليك. ولقلوب ناس كتير لدماسه خلقه، وعايز اقول لك حاجه، قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره جدا. احنا طبعا اتقابلنا في لوس انجلوس 84 في امريكا، واقول يا احمد ولا ايه؟ لا بلاش بقى عشان يعني الناس ما تقولش حاجة مش كويسة على حد تاني انت عارفه. طب نقول شوية حاجات مش كل حاجة. كابتن ناجي قول لنا بعض المعلومات. حبيبي قول اللي انت عايزه ولا يهمك. اقول ايه اللي كان قال لي؟ تعالى ناكل جمبري. فروحنا حلوة دي يا احمد ما فيهاش حاجة. لا خالص. روحنا فردنا الجمبري وخلاص، قاعد بقى انا مستني اكل الجمبري محترمة. وبعدين لقيت الجمبري عاملينه بالسكر، قلت له كده يا احمد يعني ده جمبري ولا حاجه حلوه ولا فهمني يعني.
احمد من الناس الحلوه جدا، طبعا ببارك له على رئاسه الاوكسا. الله يخليك يا حبيبي، وهيعمل فيها حاجات حلوه جدا لان دماغه دي الماس. الله يخليك. سعيد بنجاحه يا كابتن ناجي؟ هل حضرتك سعيد بنجاح اللواء احمد ناصر؟ اخويا وصاحبي، يعني اما لازم اكون سعيد بنجاحه. وبشكل عام مش بس حاله اللواء احمد ناصر، كوادر المصريه اللي بتنجح عربيا وافريقيا ودوليا وتبقى بتتولى مناصب طبعاً قياديه طبعاً في الرياضه دوليا. مثلا حد زي اولادك مثلا فضل من الناس اللي نجحت كويس جدا، الواحد بيبقى فخور بيهم جدا. كل اولادنا اللي هم بيسروا الساحه الرياضيه وبيشتغلوا بعقليات متحضره وبيشتغلوا يعني بدماغ مستقبل، لا طبعا الواحد بيبقى مبسوط بيهم وفرحان بيهم جدا 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 جدا. انا كنت عند اللواء احمد في مكتبه في الاتحاد، طبعا خليه نحل شغاله وتحضيرات مهمه جدا جدا. هو طول عمره يعني هو في الترايثلون وهو في الخماسي وهو في كل حاجه كان ناجح ما شاء الله عليه. ربنا يكرمه يا رب. طبعا نجاحه من نجاحي، بعتبر نجاحه من نجاحي. كابتن ناجي، احنا بنتكلم وفاتحين ملف تطوير الرياضه بشكل عام مع سياده اللواء احمد ناصر، ايه اللي حضرتك بتتمناه من خلال مشوارك ونجاحاتك وخبراتك الكبيره في عالم الرياضه والكره القدم وتدريب حراس المرمى تحديدا؟ بتتمنى ايه للرياضه المصريه، او ايه اللي احنا محتاجين نركز على علاجه في قصور الرياضه او مشكلات الرياضه المصريه في الفتره الجايه؟ لا، هو الرياضه عندنا لحد دلوقتي لسه ما بقتش صناعه. يعني انا اتمنى اليوم اللي اشوف فيه الرياضه المصريه بقت صناعه، لان الرياضه العالميه هي الصناعه الاولى في العالم دلوقتي، قبل البترول وقبل كل الحاجات. وبلد مثلا زي البرازيل دي ما عندهاش امكانيات اقتصاديه كبيره، ولكن بتصدر عدد من اللعيبه بيعوضها يمكن او بيعمل لها توازن في حالتها الاقتصاديه. مفيش بلد في العالم ما فيهوش لعيب واثنين وثلاثه برازيليين. صحيح. مفيش يعني، هي دي بس اللي ناقصانا، حته ان نخلي كره القدم او الرياضه تبقى صناعه بكل مفردات كلمه صناعه بس. يعني لو احنا اشتغلنا كده وبقى في احترافيه بشكل يعني يضمن لنا ان الصناعه دي تزدهر، ليها طبعا فروع بقى كتير، فنشتغل في الفروع ديت وان شاء الله باذن الله ان شاء الله بإذن الله تبقى حاجه. المدرب الموهوب على مستوى مصر والعالم العربي والقاره الافريقيه، المدرب الموهوب لحراس المرمى الكابتن احمد ناجي. قبل ما نشكر حضرتك على مشاركتك معنا وننهي المداخله، خلينا نشوف بعض اللقطات او الصور والذكريات اللي بنعرضها من صوره المنتخب، منتخب 84. فاكر المشاركه في دوره العاب لوس انجلوس؟ فاكر الفتره دي كويس يا كابتن ناجي وذكريات المرحله طبعا اكيد دي فتره مهمه جدا في حياه اي لاعب، مشاركته في كاس عالم او اولمبياد، لان الاولمبياد بالتحديد كمان. وببارك طبعا لكابتن شوقي وجهازه كله بالكامل، ان هم ربنا كرمهم وصلوا الاولمبياد. احنا كمان وصلنا لدور الثمانيه الكوارتر فاينل. الصوره دي مباراه فرنسا في الكوارتر فاينل، فكنا عملنا حاجه كويسه كمان في الاولمبياد. طبعا كان فاكر المنتخب ده، الجيل ده يا كابتن ناجي، فاكر اللعيبه كلها اللي موجوده في الصوره الاسماء؟ طبعا ده مجدي عبد الغني اول واحد، وبعدين انا، وبعدين طاهر ابو زيد، وبعدين ربيع ياسين، علاء نبيل، أيوة. كابتن محمود الخطيب، الله يرحمه ابراهيم يوسف، كابتن عماد سليمان، بدر حامد، شوقي غريب، محمد عمر. ده كان المنتخب مليان كم موهبه موجوده في التشكيل ده يا كابتن ناجي. كلهم دلوقتي مدربين كبار، وطبعا كابتن محمود رئيس النادي ربنا يديله الصحه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. كابتن مجدي طبعا من الناس اللي هي يعني رفيقي في البطوله دي، وكنا اصحاب، وطبعا اللواء ناصر ضيعنا شويه في الاولمبياد. يعني قال على بعض الاسماء كانوا بيزوغوا ويجولي خلال فتره المعسكر او البطوله يعني. طيب كابتن ناجي، سؤال اخير، كتبت على الفيسبوك النهارده انك بتؤكد وتؤكد للجميع انك لم تظلم اي حارس مرمى توليت كان بيشتغل معاك او تحت اشرافك كمدرب لحراس المرمى في اي نادي من الانديه اللي اشتغلت فيها او مع المنتخبات. ايه سبب البوست ده في التحديد، في التوقيت ده تحديدا؟ الناس رابط تجندي للبوست ده باشخاص معينه، لكن لا، انا كاتب البوست ده يعني كشف حساب كده ليا انا شخصيا بشكل عام. بشكل عام طبعا، لان عمري ما هكون مثلا بفكر ان انا يبقى انا بقول على حد او لا. طبعا انا طبعا طول الوقت انا مسؤول عنهم،
مش هم مسؤولين عني، انا مسؤول ازاي ارفع معنوياتهم، انا مسؤول ازاي احسن ادائهم اطور ادائهم. لكن انا كتبت البوست هو كشف حساب ليا انا شخصيا، وذكرت عدد من المدربين العالميين اللي انا اشتغلت معاهم بالتحديد عشان يبقى انت بتاخد قرار جماعي مش بتاخد قرار فردي. يعني انت جزء من جهاز فني. انا ذكرت رسفان لشيسكو مثلا اللي هو ماسك الهلال السوداني الهلال السعودي دلوقتي، ذكرت مانو جوزيه، ذكرت مستر كوبر، مستر خفير اجيري، اسامي كبيره جدا. شكرت الاسماء اللي اشتغلت وتعاونت معاهم في الاجهزه الفنيه المختلفه. بعض من الاسماء، بعض الاسماء الحاجه الكبيره قوي اللي انت ازاي هتبقى تفرض عليهم حاجه او تفرض عليهم اراء هم مش مقتنعين بيها. لكن البوست ده ما لا لا من بعيد ولا من قريب على شخص، انه الناس ربطت ان فلان لعب وحش او لما مش عارف ايه، فانا بقول يعني انا اللي كنت صح وانا اللي بالعكس. مفهوم. انا بتمنى لكل الاولاد دول ان هم يبقوا حاجه جميله جدا ويحققوا كل اللي هم بيتمنوه. ان شاء الله. انا بقصد بالبوست ده فقط حساب يعني ليه كشف حساب مع جمهورك. عموما كان رد الفعل اكتر من رائع، وجالك تعليقات وسيل من الاعجاب والتعليقات الايجابيه عن اللي حضرتك كتبته النهارده على فيسبوك، وبكل المقاييس في اجماع في الاراء على ان كابتن احمد ناجي بكل الحسابات الفنيه مدرب حراس مرمى موهوب 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 الى ابعد مدى، ومستوى الحراس والمستوى اللي بتصل اليه التوب فورم اللي شفناه لاي حارس تحت قياده كابتن ناجي ده بيشهد لك من خلال نتائجهم وادائهم مع الانديه والمنتخبات. وبشكرك جدا يا كابتن ناجي للمشاركه معنا في الحلقه. انا اللي بشكرك عشان اتاح لي الفرصه ان اسلم عليك وعلى حبيبي اللي هو احمد ناصر. حبيبي، وانا قاعد مستمتع بيك وهو تعالى. يا حبيبي ربنا يخليك. شكرا جزيلا كابتن ناجي، ربنا يبارك فيك. اللي هو احمد ناصر، حابب تقول اي حاجه او توجه رساله لكابتن احمد؟ طبعا انا عايز اقول ان كابتن احمد ناجي مش بس انت بتتكلم بقى على الشخصيه الكرويه المشهوره اللي كان حارس مرمى ما شاء الله ناجح، النهارده بقى من ارقى المدربين اللي موجودين بمستواه وتعاملاته. انا عايز اقول لك تعاملاته الانسانيه والاخلاقيه تفوق كل ده. احمد ناجي الانسان حاجه ما شاء الله، يعني لازم تحبه، يجبرك على حبه، وطريقته واسلوبه لا تتغير منذ ان كان لاعبا لحد دلوقتي. وفي ميزه كويسه جدا ان هو صريح جدا جدا جدا، ولا يلومه في الحق لو ما تلاقى. ربنا يا رب يكرمك ويبارك لك يا احمد يا ناجي، ويديك الصحه دايما يا رب ويطمنك. ونشوف له تجربه كمان موفقه ورائعه ان شاء الله بإذن يعني شانها شان التجارب الرائعه اللي فاتت ان شاء الله في الفتره الجايه. واكثر يستحق. طيب هنتقل لموضوعات كثيره جدا في وقت قليل متبقي من عمر الحوار. الحوار مع حضرتك كان شيق واكثر من رائع، والوقت بيعدي بسرعه. هسال حضرتك عن امور كثيره كمان هنربطها بفيديوهات وصور بنعرضها طول الوقت احنا بنسمع حضرتك. الترايثلون، ما هي الترايثلون وايه الحاجات الرئيسيه اللي حضرتك عايز تقولها للناس عن الرياضه دي؟ الترايثلون هو تراي يعني رياضه، تراي يعني ثلاثه، وثلون يعني رياضه. ودي احد التظاهرات اللي بينظمها الاتحاد المصري، لان احنا ابتدينا في سنه 2009، نهايه 2009 تم اشهارنا في ايام الوزير الاخ العزيز المهندس حسن صقر. والنهارده بقى من الاتحادات الشهيره جدا. كان احد اسباب دخول هذا الموضوع واسناد إلي كان الكابتن مدحت، في الوقت ده كان مدير الرياضة، مدحت البلتاجي، والحقيقة كان ليه أثر كبير جدا. الرياضة في الترياتلون دلوقتي منذ أن بدأت إن شاء الله في 2009، من 2010 ابتدينا البطولات المحلية، 2013 ابتدينا أول بطولة دولية. عندنا ما شاء الله دلوقتي بسملة السلموني ربنا يحميها، طالبة في طب الأسنان، وإن شاء الله بإذن الله ستؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو القادمة، وتبقى أول لاعبة في تاريخ الترياتلون تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية. الترياتلون بينظم كل سنة بطولتين كبار في عهد الدكتور أشرف صبحي، سنبدأ أيضا اعتبارا هي ثلاث رياضات. ثلاث رياضات. إيه هم الرياضات؟ وهنرجع نكمل كلامنا، لأن في شخصية كمان اللي هو احمد ناصر هيشارك معانا بعد قليل، واحد من النجوم المحبوبين جدا. بس خلينا نعرف عناوين الثلاث رياضات ايه هم. سباحه ودرجات وجري، والثلاثه ضربه قلب واحده. مفيش مش زي الخماسي بعدد النقاط، لا بتنتهي
بوصول الاول لنقطه هو سباق مستمر بيمارس فيه المتسابق الثلاث رياضات بشكل متواصل، بيبتدي سباحه يطلع ياخد دراجته يعمل كورس الدراجات يحط الدراجه يجري كلها ورا بعضها واللي يوصل الاول بيبقى هو الكسبان. هو في النهايه موحدين الثلاث رياضات في سباق واحد، رياضه مركبه. تمام. معانا على الهاتف الفنان الكبير سامح السريتي. اهلا استاذ سامح، مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا اهلا. تحب تقول ايه او خلي اللواء احمد ناصر يستقبل التليفون؟ اتفضل. يا فنان جميل، يا كبير في كل حاجه، كبير في القلب وكبير في المقام وكبير في الاداء، والحقيقه يعني مزاملتك ومصاحبتك بتضيف لاي حد في الدنيا وخصوصا انا. يعني كل الصفات اللي انت قلتها دي يعني جزء بسيط جدا من بعض ما عندكم. استغفر الله يا حبيبي، ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. انت رجل رجل صديق، وفي كل المحافل انت بتشرفنا ورفع رايه مصر، وقلبك مليء بحب الوطن، وانا شاركتك في احداث كتير وفي سفريات كتير وفي دورات رياضيه كتير، وشفت سلوكك المثالي كقدوه وكاداره. يعني انا سعيد بيك، سعيد بصداقتي بيك طبعا، صداقتي طويله جدا، وسعيد بنجاحاتك لانها نجاحات مش شخصيه، نجاحات بتنعكس على بلدنا وعلى وطننا في كل المحافل الدوليه اللي بتمثلنا فيها. الحمد لله، ميرسي، وانا بتشرف بيك. وطبعا الفنان الكبير الاستاذ سامح السريتي طبعا هو احد سفراء الثقافه الرياضيه، واخونا العزيز السيد الاعلامي الكبير الاستاذ اشرف محمود، والاعلامي الكبير الاستاذ ايمن بدره، عاملين حاله مع الفنان الكبير الاستاذ سامح السريتي. والحقيقه في اي حته احنا بنفتخر بوجوده، مش بس كفنان وان الناس بتحبه، لا، لثقافته واضافته لما بيكون موجود. حصل ده في الجزائر، وازاي هو ده الكيان اللي حضرتك بتقول ان في زمالة بين حضرتك وبين الفنان الكبير سامح السريتي من خلال هذا الكيان اللي حضرتك اشرت اليه، ولا في مراحل سابقه؟ لا طبعا بتشرف، لا انا اعرفه طبعا قبل الثقافه الرياضيه بفتره طويله يعني، وبيننا وبين بعض عشره حب والحمد لله ما فيهاش اي نوع من انواع المصالح الا في ربنا سبحانه. خلينا نسمع راي النجم الكبير سامح السريتي ونرجع لحضرتك سريعا. استاذ سامح، هل بيسعدك نجاح الكوادر المصريه اللي بتصل لنجاحات دوليه وتتخطى النجاح على المستوى الداخلي او المحلي فقط؟ وهل الدوله مطلوب منها تعمل اكثر على تزكية هذه الكوادر واتاحة مساحات اكبر من الصلاحيات لها بدعم الحكومة المصرية؟ بالتأكيد، لان دي كوادرنا، يعني دول اللي بيمثلونا برا. بس هي المسألة مش اي حد طبعا، مش دعم اي حد داخل، دعم الكفاءة، لان ده بيحمل اسم مصر. اذا كان هناك كفاءة بتتقدم لتحتل اي مكان على المستوى الافريقي او على المستوى العربي او على المستوى العالمي، لابد من دعم الدولة ليها اذا كانت كفاءة، لانها بتبقى ذراع من اذرعة الدولة، وفي نفس الوقت بتبقى صورة وبتبقى زي ما تقول عنوان لتحضر مصر ومكانة مصر. عشان كده مهم اختيار الكوادر نفسها، مش اي كوادر، ان يكون كادر حقيقي، ان يكون يتمتع بكفاءة تدعمه الدولة اذا كان بيحتاج لدعم الدولة بلا شك، لان احنا في الاخر كشعب بنتشرف بيه وبينعكس نجاحه علينا كلنا. فطبعا دي مش عايزه كلام، وبتبقى كل دي اذرعتنا بره، كل دي قوة من قوانا النعمة اللي بنحتل بيها قلوب في العالم، وبنحتل بيها مناطق في العقول بلا شك، وفي كل المحافل الدولية. يعني لما الواحد بيشوف حتى التفاف المصريين في أي دولة، هم قاعدين بيتفرجوا على ده وشايفين علم مصر بيعدي أو طابور العرض، شوف اللي انت بتعمله في المواطن المصري اللي عايش بره ايه، واللي انت والصوره اللي انت بتنقلها ايضا لكل المشاركين والمشاهدين، لا شك انها يعني قوه لابد من دعمها بشكل دائم. الاعمال الفنيه قبل ما نختتم الحوار مع حضرتك او مشاركتك معنا في الحوار، اللي بتعمل عليها حاليا او اللي هتقدمها لنا في الفتره الجايه؟ والله انا هو اهم من الاعمال الفنيه الحقيقه، في عمل مهم جدا 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 داخله اللواء احمد ناصر، يعني لابد من، وخاصه تحت رعايه السيد الرئيس
واشراف الدكتور اشرف صبحي وهو مكافحه الفساد الرياضي. نعم. ده مؤتمر مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا بس عايزين نكون مستعدين له من الناحيه العلميه. نسبه الفساد الرياضي على المستوى الافريقي قد ايه؟ وهنخرج بتوصيات ونقيس نسبه الفساد السنه الجايه قد ايه عشان نعرف قد ايه كان مؤثر فيها. اما بالنسبه للاعمال الفنيه فانا بحب ان شاء الله، هو في طبعا عمل فني انا بقوم بتصويره دلوقتي، بس انا بحب ان انا ايه يعني اطلع بيه على طول على المشاهدين اكتر من اني اتكلم عنه. معلش دي استثناء عشان خاطر اللي هو احمد ناصر ومشاركه حضرتك معانا النهارده. هو مسلسل الحقيقه عدده 60 حلقه، ولكن ايه فاتح مجال اخر بالاضافه الى انه هيتذاع على قناه من القنوات الفضائيه، لكنه مسلسل من اللي هيتذاع على المنصات الرقميه. وده مجال جديد للاعمال الدراميه، مساحه اكبر هتستقبل وتستوعب الفن المصري ان شاء الله. موفق ان شاء الله الفنان الكبير الاستاذ سامح السريتي. شكرا، موفق في تجربتك القادمه ان شاء الله، وسعداء جدا بمشاركه حضرتك معنا في الحوار. شكرا جزيلا لك. سياده اللواء احمد ناصر، برضو النقاط اللي اشار لها الفنان سامح السريتي وقبله الكابتن احمد ناجي. اسئله سريعه لان الوقت متبقي، في موضوعات كتير جدا حابب اعرف راي حضرتك عنها، فهنمشي بالاسلوب الامريكي في الحوار. اتفضل. انطلاقا من اشاره حضرتك في وقت سابق لتجربتك في الاعلام الامريكي في بدايات عملك الاعلامي، كابتن احمد ناجي اشار لقضيه التطوير في الرياضه وتحويلها الى صناعه حقيقيه في مصر وعلى المستوى الخاص بالاستثمار والتسويق. ايه العناوين الرئيسيه اللي حضرتك عايز تقولها عندك؟ العنوان الرئيسي، يجب ان يكون الرياضه تعامل معامله الاحتراف، يجب أن يعمل فيها المحترفين، لا يخلط بين الهواية والاحتراف، وهذا موجود الآن. يجب أن يكون هناك الكشف على العناصر والمواهب بشكل أو بآخر بتدخل الدولة، زي ما بيحصل دلوقتي في التخطيط اللي المفروض أن ده هيكون فرض على جميع المدارس، ولكنه محتاج كشافين مواهب زي ما بنقول، مش بيبقى في لعبة واحدة، بيبقى في جميع اللعبات. يجب أن يكون هناك الفكر في الاستثمار الرياضي وكيفية إدارة الاستثمار الرياضي. التكليف من السيد رئيس الجمهورية لحضرتك، والتعاون والتنسيق بين حضرتك ووزير الرياضة الحالي دكتور أشرف صبحي من خلال هذا المؤتمر اللي بيتم التحضير له، مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا. أهمية مكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا من وجهة نظر اللواء أحمد ناصر، وكيفية تفعيل كل توصيات ونتائج هذا المؤتمر إلى أعمال وإلى تطبيقات تؤثر وتقلل من نسب الفساد الرياضي في القارة. عشان حضرتك تتكلم على مكافحة الفساد الرياضي، احنا أولا بنفخر إن برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث. والحقيقه كان في فكره كويسه قوي، كانت فكره الدكتور عماد البناني، ربنا يا رب يكرمه دايما. الحقيقه كان قال بلاش نعمل فساد بس، انما لازم يكون فيها كمان مكافاه عشان يبان ان هناك سلبيات وايجابيات. فكان الفساد هو المؤتمر الدولي لمكافحه الفساد الرياضي في افريقيا، وبيضم مجموعه من المتحدثين الكبار جدا على مستوى العالم، منهم 7 رؤساء للاتحادات الدوليه، منهم خبراء من دول العالم، منهم شخصيات كبيرة إن شاء الله هتكون موجودة جاية. بتتكلم عن آليات تطبيق أعلى درجة من درجات الشفافية في المنافسات الرياضية. إحنا بنقول للناس الأول إيه هو الفساد الرياضي وإزاي بيبقى موجود وموجود فين. ده مش موضوع مؤتمر ويروح، إحنا عاملين هذا سنوي بإذن الله. هل سيكون في مصر سنوياً؟ لا نعلم حتى الآن، هيبقى قرار الجمعية العمومية، ولكن البداية هتبقى البداية النسخة الأولى من هذا المؤتمر. بالظبط يا فندم. أو المؤتمر ده في دورته الأولى. بالظبط يا فندم، وبينتهي بجائزة الرياضة الأفريقية اللي بتقام لأول مرة في جميع اللعبات، وتم فعلا شوط كبير جدا 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 فيها، واللجنة اللي بتجهز للإعلان عن الفائزين لجنة كبيرة جدا. لكن طبعا هيسأل السؤال العام، هل فيها كورة؟ فيها كورة. هل فيها منافسة؟ فيها منافسة شديدة جدا جدا جدا، ولكن في الآخر مين اللي هيفوز هو ده اللي هيعلن عنه. جائزة واحدة ولا مجموعة جوائز للأفضل أفريقيا في الرياضة؟ مجموعة جوائز للأفضل أفريقيا في الرياضة على جميع مستوى اللعبات، الفردي والجماعي، والقديم له دور برضو في أنه يكرم، والمؤسسات الرياضية لها دورنا، وهكذا يعني. إن
شاء الله نتابع ده بمزيد من التفاصيل في الفترة الجاية. وده كان طرحه وأشار له عن وتحدث عن أهميته الشديدة خلال مداخلته ومشاركته معنا الفنان الكبير سامح السريتي. هرجع على أمرين سريعا حضرتك تعلق عليهم مرة تانية، عشان كنا برضو قطعنا الكلام في وقت حضرتك كنت بتشير فيه لأن الصداقة زادت مع الكابتن محمود الخطيب وقت ما خضعته لبرنامج علاجي متشابه أو متماثل، لأنك أصبحت بتعاني بعد الإصابة من واحد من الأحصنة خلال دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس بنفس إصابة قريبة من إصابة الكابتن محمود خطيب. لا يعني هي الإصابة في الظهر، إنما فكان تقريبا برنامج العلاجي أصعب شوية. المتابعة كنت يعني كانت متزامنة، كانت في المشاركة في إن إحنا ناخد في نفس الوقت نفس الحقنة ونفس المتابعة العلاجية نقدر ناخدها عشان نقدر إن إحنا نكمل اللعب. فكانت دي أحد الإنسيدنتس أو الأحداث اللي جمعت بينك وبين اللي جمعت ما بيني وبين الكابتن محمود في نفس الوقت. طيب هتكلم عن أمر آخر كمان، سؤال أخير عن الترايثلون. حضرتك أشرت لها قبل المداخلة الهاتفية السابقة الفنان سامح السريتي. الترايثلون حجم متابعتها حاليا، هل عندها فرص لتحقيق نجاح أكبر؟ هل لها شعبية حقيقية في القارة ولا لا؟ الترايثلون ابتدى بسبع أندية وهيئات، النهاردة ما شاء الله عندنا 30 نادي وهيئة، عندنا عدد من الممارسين ما شاء الله كبير. رياضة الترايثلون مش بس رياضة للبطولة ولكنها رياضة أيضا للممارسة أسلوب حياة وبطولة. الرياضة عاملين مشروع قومي مع وزارة الشباب والرياضة ومع وزارة التربية والتعليم ووقعناه واشتغلنا فيه، بنشتغل فيه دلوقتي بقالنا سنة ونص. نحن بندرب المدرسين واللي بيدوا تربية رياضية كيفية تدريب الولاد على أسلوب الحياة في ممارسة الجري والدرجات والسباحة. السيد وزير التربية والتعليم وافق على أن يكون هناك حافز رياضي لكل من يمارس من خلال المهرجانات وإلى آخره بأربع مستويات، من سنة أولى لسنة ثالثة ومن سنة رابعة لسنة ستة وفترة الإعدادي وفترة الثانوي. السيد وزير التربية والتعليم ممثلا له الدكتورة إيمان حسن المسؤولة عن الرياضة والتربية الرياضية في التربية والتعليم، هي عاملة مجهود قوي جدا جدا معانا مع الزملاء اللي معاها، وعاملين خطة كبيرة إن شاء الله بإذن الله سيتم السمع عنها في خلال الفترة اللي جاية. بيدعمها وزير الشباب والرياضة المهندس الدكتور أشرف صبحي، واللي فتح مراكز الشباب في حالة ما إذا كان في المناطق الجغرافية المدرسية لا يوجد فيها مناطق للممارسة. أخيرا ماذا تود أن تقول عن النادي الأهلي بشكل عام وعن الموسم ده والتغيير اللي بيحصل بعد صفقات وبعد تعديلات فنية وبعد تعاقد مع مدير فني بصماته واضحة مع الفريق من أول مباراة هو ريني فايلر؟ شايف الأهلي إزاي كفريق كرة القدم البطل محليا ودوليا والنادي الأهلي بشكل عام تحت قيادة الكابتن الخطيب؟ أنا عايز أقول إن أي نادي ناجح في الدنيا بيكون بالإدارة، لأن يبدأ من الإدارة ثم من الإدارة تنطلق بعد كده على أي حاجة في الدنيا. النهاردة كابتن محمود الخطيب مع المجموعة اللي معاه قدروا إن هم نتفق نختلف في داخلية الـ 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 الإدارة، إنما في الآخر بنطلع بمحصلة ألا وهي إن احنا تحت شعار نادي واحد، تحت شعار نادي من أكبر الأندية الموجودة، بيسعى دائما إلى أن هو مش يحقق بطولات، لا يحقق إنجازه للبطولات. ما فيش شك أن اختياراته بتكون على أساسات، طبعا بيبقى فيه بعض الدفوهات في بعض الأوقات ولكن ده جائز في أي حتة من الحتة الرياضية. النهاردة تحقيقه مش بس كرة القدم، أنا بتكلم على بقية الألعاب الأخرى، تحقيقه لبعض الألعاب الأخرى، مش يعني أنا مش عايز أتكلم بصفة شعبية على كرة القدم لأنها يعني ما فيش حد ما بيتكلمش عليها، بس حضرتك بتتكلم عن النجاحات على مستوى الرياضة بشكل بالضبط كده. فالأهلي فعلا واخد مكانة كويسة جدا جدا، منافسته ما بين الأهلي وما بين الزمالك منافسة جميلة جدا جدا وحميدة جدا جدا، سيبك من المهاترات اللي حواليها، إنما في الآخر خالص هي منافسة رياضية شريفة بتمتع الجماهير في إن من سيفوز لآخر لحظة، ويبدلوا بقى يعملوا مقارنات ومساومات وإلى آخره. الألعاب الأخرى أو وجود النجوم اللي موجودين في النادي الأهلي، اللي بتمنى في يوم من الأيام إن الكرة في النادي الأهلي تبقى احتراف من الالف للياء، اللي طلبه الاهلي من سنين بيحاول يطبقه في مصر وطالب تطبيقه على مستوى الاداره،
على مستوى الفرقة، على مستوى التحكيم، على مستوى مصر بقى على مستوى التحكيم، وأي مستوى من المستويات اللي بيتعامل مع ده، حتى دوري المحترفين، حسابات الربح والخسارة الموجودة في العالم مش كله. عايز نخش متابعة ميزانيات أندية كرة القدم المنفصل عن أي نشاط آخر. بالضبط، مؤسسات تدير رياضة. حضرتك شايف ده أمر ضروري وحتى ده أساسي، وإلا لن تتطور الرياضة في مصر أكتر من كده إلا بالمؤسسات الاحترافية. للأسف في دقيقة واحدة هطلب الحديث سريعا عن أمرين في غاية الأهمية. تعليق سريع من سيادة اللواء أحمد ناصر عن نجاح كبير فاق التوقعات وأبهر الجمهور اللي التف والشعب المصري اللي التف حول منتخبنا الأولمبي، منتخب مصر الكرة تحت 23 سنة بطل أفريقيا، واللي تأهل بالفعل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. بحيي كابتن شوقي غريب، بحيي فريقه الفني والإداري، بحيي الدولة بوقفتها القوية جدا جدا من خلال السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة اللي الحقيقة دينامو وعمل شغل جامد قوي كمان. بحيي الاتحاد القديم اللي قدر ان هو يحط بصمة في الشباب دول. بحيي اللجنة الجديدة انها قدرت تحافظ على هذا الموضوع وتظهر بيه اللجنة المؤقتة اللي بتدير طبعا مش عايزة نقاش. خلينا نقول الحقيقة، يعني نختلف نتفق، الناس دول عملوا مجهود كويس جدا جدا في خلال هذه الفترة، وكفاية ان هم حافظوا على ده وحاولوا ان هم ما يعملوش اي معوقات ليه، ده مهم جدا. وعلى مستوى التنظيم في البطولة الحالية اللي نجحنا فيها تنظيميا وفنيا بفضل الله، والسابقة عليها بطولة المنتخب الأول كأس الأمم الأفريقية، حققنا نجاح تنظيمي وإعلامي وجماهيري فيها، على يعني بخلاف الجانب الفني اللي ما كناش موفقين فيه لبطولة كأس الأمم اللي فاتت. مش عايزة لكن تنظيميا احنا في الخطوات دي حضرتك شايفها نجاح، مش عايزة النقاش ان هي ناجحة وبشكل باهر ومبهر لكل العالم كله. العالم كله بيتكلم على التنظيم، سواء كان على البطولة الكبار أو الكبرى أو المنتخب الأولمبي، قالوا كيفية نجاح مصر في هذا، لدرجة ان الناس قالت طب ما خلاص ما الجمهور هو عامل شغل كبير جدا جدا جدا، ليه ما يدخلش في الدوري والى اخره. فبتتمنى ده حضرتك بتتمنى جمهور طبعا الدوري. طبعا ما فيش كوره من غير جمهور، او بمعنى اخر حاجه شايف ده مهم جدا طبعا. ولكن حينما تاتي مصلحه البلد من الناحيه الامنيه يجب ان نتوقف. يبقى في حسابات تراعي الصالح العام وكيفيه تطبيق هذا الهدف، عوده الجماهير للاستادات والمدرجات، ولكن مع مراعاه كل الابعاد الخاصه بالفتره دي وحفاظ الامن العام. مفهوم. اخيرا دوره الالعاب الاولمبيه القادمه، بعد اي تعديلات حصلت او الليتست نيوز الخاصه اخر الاخبار المتعلقه بالتعديلات في ضوابط الدورات الاولمبيه الى اخره، ايه الجديد اللي الجمهور يمكن ان يلحظه او يشاهده في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو؟ ان هناك العاب جديده، ما بقاش في حاجه اسمها لعبه تجربه، لا بقى بيدي فرصه للعبه انها تخش، وهذه اللعبه اذا اثبتت نفسها وبقى فيها تارجت اوف اودينس جامد او عدد من الجماهير جامده، بقى فيها تشجيع جامد، تستمر او لا، تستمر او لا. لكن هي من اول يوم في حسابات النتائج طبعا موجوده طبعا، لانه حاططها تحسب. الاول كان في حاجه اسمها الديمونستريشن او الرياضات الاستعراضيه، دلوقتي بقى بيحط كله محتسب، ولو كملت لو حققت التشيك ليست بتاعه او القائمه اللي انت بتحط فيها علامه الصح على التحقيقات اللي انت بتحققها استمريت. فاذا لم تستمر، ومش الالعاب دي بس، مش الجديده بس، الجديده والقديمه، فكل دلوقتي لعبه بتبص ازاي. عشان كده ارجع لحضرتك في الخماسي لما قلت هناك تطوير بشكل او اخر للبقاء في دوره الالعاب الاولمبيه، فما بقاش الحفاظ على الهويه الاولمبيه انما الحفاظ على بقائي في دوره الالعاب. اخيرا موقف الاسكواش والنجاح العالمي المصري في الاسكواش من دورات الالعاب الاولمبيه. انا الحقيقه بتمنى ان الاسكواش يخطو الخطوات الصحيحه تجاه دخول الاولمبياد، حتى الان لم يخطو الخطوات الصحيحه تجاه الاولمبياد، يجب ان يخطوها، ويجب ان يكون بروفيشنالز، ناس محترفه بتوريهم السكه ازاي، ويجب ان يتم احتضان ده لان ده مش سهل. وبعدين خلي بالك ان انت برضو هتقاوم، الجمله اللي حضرتك قلتها في الاول خالص، انت ما زلت بتقاوم وبتحارب في حاجات كتير، اللي منهم ان انت المتفوق الاكبر في الاسكواش في جميع البطولات العالميه الحمد لله دلوقتي، فمش من مصلحه ناس كتير ان انت تبقى موجود، فهيبقى في مقاومه شديده. مش عايزه نقاش، مش عايزه نقاش. نتمنى ان شاء الله انه يدخل في حسابات اللجنه الاولمبيه الدوليه ودورات الالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله في مرحله ما بعد دوره الالعاب الاولمبيه القادمه في طوكيو ان شاء الله.
مش عارف اشكر حضرتك ازاي، اسعدتنا بوجودك معانا، ونتمنى اننا نكون وفقنا في عرض كل الافكار وكل الاتجاهات اللي اراد ان يتحدث فيها اللواء احمد ناصر، واسعدتنا جدا بوجودك معانا النهارده في الاهلي وحاجه. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر كل الفريق الاعداد، والحقيقه بشكر ايضا ان يكون لي شرف ان الاهلي يحاورني، دي حاجه الحقيقه كبيره قوي بالنسبه لي، والحقيقه فاجئوني بالمقدمه اللي عملوها، الحقيقه حاجه جميله جدا. يعني راضي جدا عن محتواه، بالعكس اتفاجئت ليه جابوا المعلومات دي منين، بس هنا عايزين منه نسخه لو سمحت من الحلقه كلها. الحلقه طبعا هتبقى على اليوتيوب وحضرتك هتتابعها على الموقع الرسمي لقناه الاهلي، وعلى يوتيوب هتبقى الحلقه متاحه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، وان شاء الله كمان يبقى فيه تنسيق لاي جزء من الحلقه حضرتك عايزه بشكل منفصل. الف شكر لحضرتك كابتن، شرفتنا وبشكرك جدا. سياده اللواء احمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية والإعلامي المتميز ورجل القوات المسلحة، واحد من الكوادر المتميزة في القوات المسلحة المصرية، وأيضا الكادر الرياضي المتميز ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الدولي والعربي والأفريقي من خلال رئاسة الأوكسا أو اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية. بنصل مع حضراتكم لختام هذا الحوار، بشكر حضرتك مرة ثانية، بشكر الساده المشاهدين على المتابعة، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.